انا بقى ينفع اقلب اقلب منه انا ينفع انا اقلب منه ولا لازم الامير اللي يقلب؟ اللي عامل سكرين شير هو اللي بيقلب يا دكتور. تمام، هو بيقلب هو. تمام. انا دكتور امير. تمام يا دكتور عمرو، انا بجرب اهو. ماشي مش كان داخل الموبايل ومش عارف ادخل من اللاب عشان العدد مكمل. بس تمام. تمام كده كده تمام. بقى. بصوا يا جماعة، خلينا بقى ماشيين سلايد سلايد. معلش، باسورد جينيسيس الجديد اختلف من 3 ل 8. السلايد اللي بعدها يا دكتور أمين. ماشي، اللي بعد دي. ماشي، بصوا يا جماعة، عاوز اللي بعد دي باتنين يا أمين، وبعد كده هنرجع لها تاني. يعني بعد دي، أيوه، بس دي. بصوا يا جماعة، السلايد دي زي ما قلت لكم، هو أنت أول ما أول حاجة أنت بتعملها للعيان أول ما تشوفه إيه؟ انك تكلمه على اللايف ستايل موديفيكيشن وتعمل له ريسك ستراتيفيكيشن. ريسك ستراتيفيكيشن يعني ايه؟ تشوف العيان ده عنده كاردو فاسكولار ديزيز، اسيوسكليروتيك، جاله انجينا، جاله ام اي، عنده اي حاجه كاردياك، او عنده ريسك فاكتور للكاردياك، يعني عمره فوق 55 سنه وعنده كورونا ارتو ستينوزس او سيربرو فاسكولار او بيفرال ارتيريال ستينوز اكتر من 50%. يا دكتور امين، نفس اكتر من 50%، او عنده كرونيك كيدني ديزيز او هارت فيلم. لو العيان في الناحيه الشمال عنده ريسك فاكتورز، خلاص انت عارف هتدي له حاجه من الاثنين، هنتكلم عنهم دلوقتي بالتفصيل، يا صوديوم جلوكوز يا اما جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، او مسموح بالكومباينيشن ما بينهم. طب العيان جاي لك في الاول ما عندوش ريسك فاكتور لاي حاجه والدنيا عنده كويسه وبتاع، لا، يبقى انت كده هتبدا بمتفورمين، وبعد كده اكوردنج للهيموجلوبين اي 1 سي هتقرر هتبدا على بونو سيرابي بس ولا هتضيف دواء مع الميتفورم. يبقى اهم حاجه اتغيرت ان هو الموضوع بقى بليوتيوبك افكت، انك لازم تعمل ريسك اسسمنت للعيان تشوفه كاردو فاسكولار كرونيك كيدني ولا لا. لو يبقى لازم بغض النظر عن رقم السكر وعن تظبيط السكر، لازم تدي له حاجه من اثنين، صوديوم جلوكوز او جي ال بي او كومباينيشن ما بينهم. لو العيان ما عندوش ريسك لاي حاجه وعيان نظيف وما عندوش اي حاجه، بتحط اللايف ستايل موديفيكيشن اللي هو الدايت كنترول والنوتريشن، دورها مهم جدا يا جماعه، والاكسرسايز، ومعاهم الميتفورمين. بعد الميتفورمين بقى بتعتمد على الهيموجلوبين اي 1 سي. ممكن يا دكتور امين نرجع شويه السلايدز اللي قبل دي باثنين سلايدز اللي قبلها بس. هتبدا مونو سويا بامتى؟ لا لا لا، اللي بعد دي، اللي بعد اي 1 دي. هتبدا مونو سويا بامتى؟ لو البيشنت ده انت عندك تارجتس، التارجتس اللي انت محتاج توصل لها ايه؟ في معظم تايب 2 نون بريجننت، عشان البريجننس ده سبيسيفيك سيتويشن كاتيجوري معين ليه ارقام معينه ومش في مجالنا الحديث عنه. فالناس النون بريجننت الموست اكسبتد هيموجلوبين اي 1 سي اراوند 7% 7%. لو قدرت تحقق اكتر من كده، اقل من كده بدون هبوط سكر، ممتاز. حققت 7% انت كويس برضه. في بعض الناس مسموح لهم بي 1 سي اكتر من 7%، 7.5 او 8%. مين دولت؟ اللي عندهم مالتيبل كوموربيديتيز، او عندهم شورت لايف اكسبكتنس، تمام، او عندهم ديزيز ممكن تتاثر بالهايبوجلايسيميا زي الكاردو فاسكولار ديزيز. فدولت لو كانت هايبوجلايسيميا بتزود لهم الاتاكس، ممكن ساعتها تسمح بي 1 سي 7.5 او 8. انما في المجمل الموست اكسبتد هيموجلوبين اي 1 سي هو 7%. فانت بيجي لك العيان اول مره، انت عملت له ريسك ستراتيفيكيشن، ما لقيتش العيان ده عنده كاردو فاسكولار ايلنس ولا كونيك كيدني ديزيز، خلاص هو دخل في الكاتيجوري العادي اللي انت هتختار ما بينهم. تبص الاول على الهيموجلوبين اي 1 سي، الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه لو 1.5 اباف التارجت، يعني انت بتتكلم من 8.5 فاكثر، انت محتاج تدي كومباينيشن دول سيرب. لو الهيموجلوبين اي 1 سي 1.5 اقل، واحد اقل من 1.5 او 1.5، يعني البيشنت ده جاي لك الاي 1 سي بتاعه اقل من 8.5، من 7 ل 8.5، انت هتبدا بمونو ثيرابي، هتبدا بدواء واحد، والاولويه هنا لمين؟ للفورم. لو البيشنت معدي 1.5 اباف التارجت، يعني الاي 1 سي من 8.5 فاكثر، انت هتدي كومباينيشن ثيرابي. في بقى ترايل جديده اسمها الفيريفاي ترايل. الفيريفاي ترايل ده قالت لك طيب نفكر ندي للعيان الاي 1 سي بتاعه
واحد ونص، اقل من اقل من واحد ونص هبقى في التارجت، يعني اقل من 8 ونص او في ال او الاي 1 سي بتاعه 7 ونص او 8، اديله كومباينيشن سيرم واشوف العيان ده هيستجيب احسن ولا لا. لقوا ان هو حتى لو العيان الاي 1 سي بتاعه مش عالي قوي، اقل من 8 ونص، وانا اديته كومباينيشن ثيرابي، لقينا ان البرايمري والسكندري بيتا سيل فيلير بيتاخر والكومبليكيشن بتقل. ففي توصيه جديده بس لسه ما نزلتش، يعني ايه يعني لسه ما نزلتش على، هي معموله على الفيلدا جليبتين بس اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده مع الميتفورمين. توصيه جديده انك في بعض الناس حتى لو الاي 1 سي اقل من واحد ونص وابقى في التارجت، يعني بتتكلم في 1 سي 7 ونص او 8، وبدات فيهم كومباينيشن متفورمن مع حاجه ثانيه، هيجيب نتائج احسن من انك تدي مونوسيرم. ده الكلام الجديد خالص. امتى اقرر ادي للعيان انسولين وانا قلبي مطمن؟ لو البيشنت ده جاي لي الاي 1 سي بتاعه 10% فاكثر، وخصوصا لو عنده كاتابوليك مانيفستيشن. كاتابوليك مانيفستيشن يعني ايه؟ يعني عنده ويت لوس، او عنده كيتوزيس، او عنده هايبر ترايجليسيديميا، او العيان ده لندن بلاد شوجر بتاعه 300 فاكثر، سبيشالي اوف سيمتوماتيك، يعني بيشنت جاي لي ببوليوريا، بوليديبسيا، وماركت فاتيج، لدرجه ان الكواليتي اوف لايف بتاعته اتاثرت. البيشنت اللي زي ده يعني هيبقى مفضل فيه الانسولين بصفه عامه، ماشي؟ انما الاي 1 سي بتاعه كمان 10 فاكثر مع كاتابوليك مانيفستيشن ويت لوس وكيتوزيس، هيبقى برضك مفضل فيه ان هو يبقى ستارت انسولين. في معلومه مهمه يا جماعه، عشان احنا دلوقتي بنتكلم عن الحاجات البيزنس، المعلومه المهمه ايه؟ ان مش شرط ان البيشنت اللي بدا انسولين مره ياخده طول حياته. انت محتاج بس في الاول انك تعمل بيتا سيل ريست، انت بتريح البنكرياس بتاع الراجل الطيب ده. انت عيان جاي لك ببلوكوتوكسيسيتي، سكره عالي جدا لدرجه ان البيتا سيل فانكشن امبيرد، ما بيطلعش انسولين كفايه، فانت عاوز تريح له البيتا سيل فانكشن. بعد شويه ممكن تلاقي البيتا سيل بدات تشتغل تاني، لانها ما بتبقاش لوست، هي بتبقى دورمنت. وده اخر حاجه اتكلموا فيه، ان البيتا سيل ما بتبقاش لوست 100%، لا، هي في جزء منها بيبقى دورمنت خامل بفعل الجلوكوتوكسيسيتي واللايبوتوكسيسيتي اللي في بدايه التشخيص، اللي بتخلي البيتا سيل فانكشن مش كويسه. بعد انت ما والسكر يبدا ينزل، ترجع البيتا سيل تشتغل تاني، فبالتالي هتلاقي العيان ده بيدخل في هايبوجلايسيميا على ارقام سكر، مش يعني على وحدات سكر او وحدات انسولين قليله، فتبدا تسحب الانسولين تاني وترجع له اورال. فاول بس ما بيحدث ممكن يحصل انك تفهم العيان ان الانسولين ده عقاب او تهديد، وان ده نهايه الطريق، وان هو طالما خد انسولين مره جسمه هيتعود عليه، والكلام ده اللي بيخلي العيانين يخافوا من الانسولين، فتلاقي العيان عنده انسولينيشيا، فالعيان بالتالي يتاخر في قرار الانسولين، فبالتالي العيان يحصل له كومبليكيشن. فحته مهمه قوي في الموضوع ده، امتى ابدا انسولين؟ لو الاي 1 سي فوق ال 10% سبيشالي مع كاتابوليك مانيفستيشن، بتتكلم في كيتوزيس وويت لوس وهايبر ترايجليسيديميا، او العيان يندم بلاد شوجر فوق ال 300 وسيمتوماتيك. ماشي يا دكتور امير، السلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها التارجتس يا جماعه، الجلايسيميك تارجتس دي من اخر اي دي اي، من الاي دي اي 2022، هو دايما هتلاقيه كاتب لك الجلايسيميك ريكومنديشن فور نون بريجننت، عشان احنا قلنا ان البريجننس دي مرحله حرجه في حياه الست، فبالتالي ليها ارقام مختلفه عن ارقام الناس اللي هم مش بريجننت. فالارقام في الناس اللي مش بريجننت ايه؟ ان الاي 1 سي ليفل يبقى اقل من 7%. خدوا بالكم في رقم بالبيرسنت وفي رقم بالملي مول، عشان احنا بنشرح بيزكس يا جماعه. في حاجه اسمها الانترناشونال فيديشن اوف كلينيكال كيمستري، الاتحاد الدولي للكيمياء العضويه، ده المسؤول عن الفاليديشن بتاع الهيموجلوبين اي 1 سي كتيست، ماشي؟ فهو في ارقام بالنسبه المئويه وفي ارقام بالملي مول، وفي جداول بتحول ما بينهم. احنا في مصر معظم الاستخدام بتاعنا للنسبه المئويه، هو النورمال هيموجلوبين اي 1 سي من تقريبا من 4.5 ل 5 و4 من 10، من 5 و7 ل 6 و4 ده بيضيابيتك، 6 ونص فاكتر ده بيشخص السكر. انا الهدف بقى بتاعي في العيان الدايابيتك ان الاي 1 سي تارجت يبقى اقل من 7%، اراوند 7% اكسبت سبيسيفيك بوبوليشن، الناس اللي هم عندهم ليميتد لايف اكسبكتنسي او عندهم مالتيبل كوموربيديتيز
او اللي هم عندهم هايبوجلايسيميا ان اويرنس، او اللي الهايبوجلايسيميا ممكن تعمل لهم مشاكل زي الكاردو فاسكولار ديزيز، ممكن اسمح فيهم بي 1 سي اكتر من 7 شويه، 7 ونص 8 او حسب الدكتور ما يقال. الرقم الثاني اللي لازم تحفظه للعيان اول ما تشوفه البي بانديال كابيلاري بلازما جلوكوز، اللي هو السكر قبل الوجبات، يبقى من قد ايه؟ من 80 ل 130. ماشي. وخدوا بالكم من معلومه مهمه، ان كل 1 ملي مول بيساوي 18 ملي جرام. اجهزه السكر في اجهزه بتقيس الملي جرام، في اجهزه بتقيس الملي مول. معظم الاجهزه اللي عندنا في مصر بتقيس بالملي جرام، بس في زمايلنا اللي شغالين في الخليج في اجهزه عندهم بتقيس بالملي مول، فتعرف ان كل 1 ملي مول يساوي 18 ملي جرام، يعني ال 10 ملي مول بيساوي 180 ملي جرام. فالبي براندل كابيلاري جلوكوز اكسبتد ان هو بقى من 80 ل 130، او من 4.4 من 10 ل 7.2 ملي مول. البوست برانديال اللي هو بتحسب بعد ساعتين من بدايه الوجبه، بعد ساعتين من بدايه الوجبه المفروض يبقى اقل من 180، من 90 ل 180 زي ما السباد عندنا في الاطفال بتقول، اكسبتد برضك ده في الادلت. المفروض انه البوست البيك بوست برانديال بلازما جلوكوز اللي بتحسب بعد ساعتين من بدايه الوجبه يبقى اقل من 180. فيا جماعه انت بتحفظ عيالك ثلاث ارقام اول ما بتشوفه، البي ميل اللي قبل الوجبات يبقى من 80 ل 130، البوست ميل 90 ل 180، والاي 1 سي اقل من 7% اكسبت في السبيسيفيك بوبوليشن اللي احنا اتكلمنا عنهم، واهمهم اللي هم الناس اللي هم ليميتد لايف اكسبكتنسي وعندهم مالتيبل كوموربيديتس او يكونت هايبوجلايسيميا، ممكن اكسبت يبقى 7.5 ل 8%. السلايد اللي بعدها دكتور امين. زي ما احنا قلنا يا جماعه الالجوريزم ده متقسم لناحيتين، ريسك ستراتيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها باسهاب العيان يبقى اسيوسكليروتيك كاردو فاسكولار ديزيز، او ريسك فاكتور للاسيوسكليروتيك كاردو فاسكولار ديزيز اللي هو عمره فوق ال 55 سنه او عنده كوروناري او كاروتيد او اللي هو اكستريمت ستينوز اكتر من 50% او ليفت فنتركلر هايبرتروفي، انا هديله صوديوم جلوكوز او جي ال بي 1 او ميكس ما بينهم هما الاثنين. عيان الهارت فيليور هديله الصوديوم جلوكوز عشان هم معظمهم لهم بروف افكاسي ان هم كاردو بروتكتيف. الكرونيك كيدني ديزيز برضه يا اما هديله صوديوم جلوكوز او لو احتجت ممكن اديله جي ال بي 1 ريسبتور اجونست او كومباينيشن ما بينهم. فدول اللي عندهم ريسك فاكتورز. العيانين اللي ما عندهمش ريسك فاكتورز لازم انا اول ما اشوفهم اعمل لايف ستايل موديفيكيشن، ده واقع على الناس كلها، وادي متفورمين زي ما هتكلم، وبعد كده بقى وات افتر متفورمين افكر بقى اشوف لو انا عاوز حاجه الريسك اوف هايبوجلايسيميا فيها اقل قد كذا او كذا. احنا هنتكلم عن كل دواء فيهم في الاخر عشان الجزء ده يوضح، نبص عليه في الاخر. لو انا عاوز دواء مش غالي افكر في كذا او كذا. لو عاوز دواء بيخسس عيان بتاعي وزنه كبير ابص في ايه؟ في الكولم ده. فهتلاقيه كده مقسم لك الالجوريزم المهم ده لكولم على الشمال بتاع ريسك فاكتورز اللي هو منحصر ما بين الصوديوم جلوكوز او الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هنتكلم عنهم، وبين اللي على اليمين اللي ما عندهمش ريسك فاكتور اللي انت هتختار اكوردنج للاختيارات العاديه. هو انت بتختار على اساس ايه يا جماعه؟ انت بتختار على اساس افكاسي، افكاسي يعني الدواء ده بينزل السكر التراكمي قد ايه؟ تاني حاجه يا جماعه اللي فتح المايك، افكاسي يعني الدواء ده بينزل السكر التراكمي قد ايه؟ الريسك اوف هايبوجلايسيميا، الريسك الافكت على الويت، الاذر السايد افكت بتاع الدراج، الكوست بريفرنس بتاع العيان، كل دي حاجات انت بتحطها في دماغك وانت بتختار. ماشي. السلايد اللي بعدها دكتور امين. بصوا يا جماعه هنبدا نشرح كل واحد فيهم بالتفصيل، وهتلاقي في سبيسيفيك هنت كده عن الميتفورمين. الميتفورمين طبعا هو قمه الهرم بتاعنا في النوع الثاني من السكر. انا كاتب ان هو كونسيدرد باك بون فور تريتمنت اوف دايابيتس، المفروض يبقى موجود في كل بريسكريبشن لعيان تايب 2 اكسبت في حالتين، لو كنت اندكيتد او نون تولويتد. ماشي. احنا عندنا تو فورمز من الميتفورمين، immediate release واكستندد ريليز. الاكستندد ريليز ده الاختصار بتاعها الاكس ار. انا كاتب لكم البراند والجينيريك، وانا قلت لكم ان هتبقى افيلابل ان شاء الله الباور بوينت دي لاي حد ياخدها بعد كده. فانا هتكلم عن البراند في كل دواء عشان ما نضيعش وقتنا. البراند عندنا في الميتفورمين هو مين؟ الجلوكوفاج. الجلوكوفاج ده افيلابل ايه؟ الاميديت ريليس فورم موجود 500 و 850 و1000، وموجود في اكستندد ريليس فورم 500 و 750 و1000، بس اللي افيلابل عندنا في مصر من الجلوكوفاج هو ال1000 غالبا. انت لو انت هتبدا اميديت ريليس
بتبدأ ب 500 مللي جرام مع الوجبة الرئيسية مرة أو مرتين في اليوم، وتعمل اب تايتريشن للدوز على مدى أسبوع أو أسبوعين عشان توصل للأوبتيمال دوز. يبقى أنت في كل دواء لازم أن تبقى عارف الستارتنج دوز والأوبتيمال دوز. الستارتنج دوز في الإميديت ريليس فورم بتاع 500 مللي جرام مرة أو مرتين مع الوجبات الرئيسية، قبل الوجبة ولا بعدها بيتر إن هو يتاخد بعد الوجبة. أساتذتنا لما يجوا يشرحوا لنا يقول لك عشان الجاستريك أبسيت بتاع الميتفورمين عالي، العيان اللي خد ميتفورمين وجربه ممكن يجي له جاستريك أبسيت عنيف زي ابدومينال ديستنشن، زي ابدومينال بين، زي ضائرة. فعشان تتغلب على الموضوع ده اعمل حاجتين: ابدأ بجرعة صغيرة وعلي، اعمل اب تايتريشن اسبوعيا لحد في خلال اسبوع او اسبوعين ما توصل للاوبتيمال دوز اللي هي 1 جرام مرتين، تمام، واديه بعد الوجبه مباشره او في نص الاكل عشان تتغلب على الجاستيك ابسيت بتاع الميتفورم. ده بنتكلم عن مين؟ عن الاميديت ريليس فورم. الاكستندد ريليس فورم الماكسيمم دوز بتاعت الميتفورمين كام؟ 3 اقراص من 850 اللي هو 2550، وفي بعض المراجع بتقول 3 جرام، بس الاكثر اتفاقا عليه 2550. يبقى يا جماعه يهمني انك تعرف ان الميتفورمين وبالاسامي التجاريه المتعدده زي ما انت حابب، احنا مش سبونسرد بحد فنتكلم براحتنا، عشان كده انا بجيب البراند بس عشان ما بقاش محاب لحد. الجلوكوفاج هنبدا ب 500 مره او مرتين يوميا، ونعمل اب تايتيشن للدوز كل اسبوع على مدى اسبوع او اسبوعين اوصل ل 2000 مللي جرام. الماكسيمم دوز بتاعتي 2550. طيب في حاجه اسمها اكستندد ريليس فورم او الاكس ار. الاكس ار ده فيه ميزه، الميزه الاساسيه بتاعته ان هو لونج اكتن، فممكن يتاخد وانس ديلي، حتى لو تو تابلتس ممكن يتاخده مره واحده مع وجبه وخلاص، فبالتالي ده كويس في عيان نون كومبلاينت بينسى الدواء بتاعه. تاني حاجه ان الجاستيك ابسيت بتاعه اقل من الاميديت ريليس فورم. ده بالنسبه للاكس ار. الاكس ار المتاح عندنا في مصر الجلوكوفاج منه 1000، بس في حاجات تانية منها 500، ماشي، انما في الخليج عندهم ال 500 وال 750 وال 1000 من الاكس ار، تمام. احنا قلنا الاكس ار ميزته ان احنا ممكن ناخد التو تابلتس ال 2 جرام اللي هي الاوبتيمال دوز مع بعض، وممكن يقلل الجاستيك ابسيت عن الاميديت ليس فورم. الصفحه اللي بعدها دكتور امين، السلايد اللي بعدها. الكومبليكيشن بتاعتنا في الميتفورمين ايه؟ بيعمل جي او تي ديستربنس زي ما قلت لكم، متمثله في ابدومينال ديستنشن، ومتمثله في ابدومينال بين، متمثله في ضائيه، تلاقي العيان ممغص وبطنه بتوجعه وعنده اسهال وانتفاخات. ده بيحصل في حالتين: لو انت اديت دوز عاليه في الاول، يعني انت ممكن ما تدخلش على العيان بقرص سيدوفاج او جلوكوفاج 1000 مرتين في الاول، العيان هيبقى سيفيرلي انتولرنت للميتفورمين وهيكرهه وهيقول لك انا مش عاوز الدواء ده، لو حتى هيحين يعني نسمعها كتير. وتاني حاجه انك تديهوله قبل الوجبه هيعمل له جاستيك ابسيت اكتر، تمام، وخصوصا لو العيان ده عنده هيستوري ان هو عنده جاستيك كومبليكيشن قبل كده، ماشي. فتتغلب على الموضوع ده ازاي؟ انك تبدا بجرعه صغيره وتاب تايتريت سلولي على مدى اسبوع لاسبوعين لحد ما توصل للاوبتيمال دوز. والحاجه الثانيه انك تديه في وسط الاكل او بعد الاكل، مهمه قوي الحته بتاعت الميتفورمين دي. بعض الدراسات قالت ان الميتفورمين سبيشالي لو بولونجد انتيك، يعني في العيانين اللي خدوه اكتر من 4 سنين، وخصوصا لو عندهم مال ابزوربشن سندروم او عندهم حاجه بتتانترفير مع الابزوربشن بتاع الفيتامين بي 12، الميتفورمين لو اتاخد في فترات طويله ممكن يعمل فيتامين بي 12 مال ابزوربشن. وفي ستادس ثانيه قالت انه ما بيعملش، وفي ستادس حددت ده بجرعه وقالت لك لو انت عاوز تمشي باي ذا بوك، لو انت شاكك ان الميتفورمين عمل فيتامين بي 12 مال ابزوربشن لازم تقيس للعيان الليفل بتاع فيتامين بي 12. بس طبعا براكتيكالي ان الليفل بتاع الفيتامين بي 12 ده في مصر غالي جدا ومش افيلبل في كل المعامل، فانت لو انت شاكك ان عيان عنده فيتامين بي 12 مال ابزوربشن وعنده بيفا نيوباسي بسبب ده، وبدا العيان يبقى سيمتوماتيك، ممكن تقاد فيتامين بي 12 ريبليسمنت ثيرابي. انما في الناس اللي هي ماشيه باي ذا بوك مثلا، او انت في مستشفى ملتزمه بالجايد لاينز بره مصر، انت المفروض انك تعمل اسسمنت للفيتامين بي 12 ليفل قبل ما تقول ان الميتفورمين عمل فيتامين بي 12 مال ابزوربشن. لو لقيت العيان عنده الليفل ناقص بتعوض بريبليسمنت، لو لقيته مش ناقص ما بتعوضش. مين اكتر عرضه للنقص؟ اللي هم واخدين بولونجد ميتفورمين ثيرابي 4 سنين في اكثر، او اللي واخدين دوز عاليه 2000 مللي جرام في اكثر،
او اللي عندهم مشاكل في الهضم زي المال ابسوربشن سندروم. ماشي، انا عاوز اطمنكم بس ان الفيتامين بي من الووتر سيلبل فيتامين اللي التوكسيسيتي بتاعتهم مش عاليه، لان هو از اكسكيتد من الكدني، فما فيش خوف لو انت شكيت ان عيان عنده فيتامين بي 12 مال ابسوربشن بسبب متفورمين انك تدي له ريبليسمنت ثيرابي من فيتامين بي 12، مش هيحصل حاجه. تمام. الحاجه اللي احنا بنخاف منها والهاجس الرهيب اللاكتيك اسيدوزس اللي كانت طلعت مع الفينفورمين. الفينفورمين ده كان واحد من الباجرونايدز المشهورين، واتسحب سنه 1977 بسبب الحالات بتاعت اللاكتيك اسيدوزس اللي اتشخصت. اللاكتيك اسيدوز انت ممكن في حياتك ما تشوفهاش من ميتفورمين ابدا. هي بتحصل في مين؟ لو بيشنت عنده ماركد رينال امبيرمنت او عنده هايبوكسيك ستيت عنيفه وانت اديته ميتفورمين. هايبوكسيك ستيت يعني ايه؟ يعني بيشنت في انستيبل اكيوت هارت فيلر، لان احنا لو بصينا في الجايد لاينز الجديده هتلاقي ان هم سامحين في الستيبل هارت فيلر اللي هو هيموداينامك ستيبل والجي اف اي بتاعه فوق 30 انه يكمل ميتفورمين. تخيلوا من درجه ان الميتفورمين مهم، عملوا كونسيدريشن كتير وعادوا ترتيب اوراق كتير. كان زمان اي هايبوكسيك ستيت او اي كده او اي هنا الامبيمنت بالسيرم كرياتينين حتى مش بالجي اف ار بتوقف عليه ميتفورمين. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده. فاللاكتيك اسيدوز ده مش هتشوفه انا مع العيانين اللي عندهم ماركد رينال امبيرمنت او عندهم هايبوكسيك ستيت عنيفه، يعني عيان عنده اكيوت ليفر فيلير، عيان عنده اكيوت رينال فيلير، عيان داخل سيرجري او هيحقن فيها كونتراست او حاجه. دي الحاجات اللي انت بتخاف من اللاكتيك اسيدوز. اللاكتيك اسيدوز بتحصل ازاي يا جماعه؟ احنا عارفين ان الميتفورمين بينهبت الجلوك نيو جينيسيس، فبينهبت انزيم اسمه بايوفيت كاربوكسيليز. بايوفيت كاربوكسيليز ده بيحول البايوفيت لاوكسالو اسيتات، فبدل ما تحول لاوكسالو اسيتات بتحول لاكتيت ويعمل اكيوميليشن لللاكتيك اسيد، فاللاكتيك اسيد يعمل لاكتيك اسيدوز. فارجوك يا جماعه لو عيان عنده ماركت رينال امبيرمنت او عيان محجوز بهارت فيلير في رعايه وهيمي دايناميكال انستيبل او عيان عنده اكيوت ليفر فيلير او عيان هيعمل عمليه وهياخد فيها صبغه، العيانين دول كلهم لازم توقف فيهم الميتفورمين خوفا من اللاكتيك اسيدوزس اللي هي في باد بروجنوز. انت عارفين الموتاليتي بتاعتها عاليه جدا. ماشي، الريسنت جايد لاينز يا جماعه بدلت الرينال دوز ادجستمنت بتاع الميتفورمين. بدل ما زمان كان بالسيروم كرياتينين اللي هو كنت توقف الميتفورمين للبيشنت مجرد ان السيروم كريات بتاعه عدى ال 1.5 في الميل او عدى ال 1.4 في الميل، لا هو دلوقتي قال لك لا انت هتبليس رينال دوز ادجستمنت بدل ما بالسيروم كرياتينين بالاستيميتد جلومال فلتريشن ريت او الكرياتينين كليرنس، ودوك كرايتيريا تتعامل على اساس. قال لك في الاول بص العيان ده نايف اول مره ياخد ميتفورمين ولا هو جاي لك ماشي على ميتفورمين وانت عملت له جي اف ار. لو هو نايف بيشن وانت عملت له جي اف ار ولقيت الجي اف ار بتاعه اقل من 45 ما تدلوش ميتفورمين، دور على حاجه تانية بديله ليه، ما تبداش ميتفورمين. ده لو نايف بيشن، نايف يعني اول مره تشخص وجاي لك اول مره وعمل اللابس بتاعته وانت بتبص في الجي اف ار لقيته اقل من 45، ما تبداش العيان ده ميتفورمين. ده مختلف عن عيان كان ماشي على ميتفورمين وجاي يتابع معاك. العيان اللي كان ماشي على ميتفورمين وجاي يتابع معاك عندك سبيشال كونسيدريشن. لو الجي اف ار بتاعه اكتر من 60 مللي بير مينت انت ما عندكش خوف، انت هتكمل الميتفورمين بالدوز بتاعتك زي ما هي وهتتابع سنويا الليفل بتاع الجي اف ار زي ما انت بتعمل في روتين انفستيجيشن السنويه. طب لو الجي اف ار بتاعك من 45 ل 59 هتعمل ايه؟ برضك مش هتقلل الدوز بتاعت الميتفورمين بس هتعمل مور فريكوينت مونيتورنج للجي اف ار كل 3 ل 6 شهور وتعمل اسيسمنت وتشوفه بينزل ولا ما بينزلش. طيب لو البيشنت ده الجي اف ار بتاعه من 30 ل 44 انت في الوقت ده هتدي هاف الدوز بتاعت الميتفورمين. حاول ما تعديش هاف الماكسيمم دوز، الماكسيمم دوز بتاعتنا 2550، فانت حاول ما تعديش 1250 ميتفورمين في اليوم او 1300 ميتفورمين في اليوم. تمام، ده لو الجي اف ار بتاعي من 30 ل 44. طب لو الجي اف ار بتاعي اقل من 30 ستوب ميتفورمين، انت هنا خايف من ريسك اوف لاكتيك اسيدوزس فهتوقف الميتفورمين مجبره. ماشي، مهم قوي انا كاتبها بالتفصيل. لو العيان نايف اول مره يجي لك والجي اف ار اقل من 45 ما تبداش. لو العيان ماشي على ميتفورمين وانت بتعمل اسيسمنت الجي اف ار لقيته فوق ال 60 ما تخافش، كمل وتابع الروتين بتاعك السنوي.
من 45 ل 59 هتتابعه كل 3 ل 6 شهور عشان تشوف الجي اف اي ده بيتغير ولا ما بيتغيرش. من 30 ل 44 هتدي هاف الدوز، وحاول ما تعديش هاف الماكسيمم دوز اللي هي 2550 في معظم الجايد لاينز. لو اقل من 30 هتوقف. الحته اللي عليها دي بيت كبير، بيشنت جاي لي هيعمل كونتراست، هيعمل سي تي بالصبغه، اوقف الميتفورمين امتى وارجعه امتى؟ اللي احنا كنا عارفينه زمان ان هو كان بيقول لك وقف الميتفورمين قبل عمل الصبغه ب 48 ساعه ويرجعه بعد الصبغه ب 48 ساعه، بشرط تكون عملت وظائف كلى ووظائف الكلى بتاعتك طلعت كويسه. ماشي؟ في بيبرز كتير وفي جايد لاينز كتير اتكلمت انك لا، حته انك ترجع بعد 48 ساعه دي لسه متفقين عليها، انك ما ترجعش العيان متفورمن الا بعد ما يخلص الصبغه او العمليه الجراحيه ب 48 ساعه، وتتاكد ان وظائف الكلى بتاعته سليمه فتبدا ترجع له الميتفورمن. انما الحته اللي مختلفين عليها، اوقف امتى الميتفورمن؟ هل اوقفه قبلها ب 48 ساعه زي التند القديم، ولا اوقفه قبلها ب 24، ولا اوقفه في نفس اليوم؟ معظم الحاجات الجديده بتقول لك لو البيشنت الجي اف ار بتاعه 60 فاكتر وهياخد صبغه مش بكميه كبيره، وقفه في اليوم بس بتاع عمل الاشعه. في اليوروبيان سوسايتي اوف يوروجينيتال ايديولوجي، انا كنت ببص في الجايد لاينز بتاعتهم، قال لك لو البيشنت الجي اف ار بتاعه اقل من 60 وقف قبلها ب 48 ساعه. وفي بيبرز تانيه بتتكلم عن انك توقف قبلها ب 24 ساعه. بس هو المعظم اتفق انك توقف في نفس اليوم لو الكيدني فانكشن بتاع او الجي اف ار بتاع البيشنت فوق ال 60 وكويس، وقف في نفس اليوم. لو الجي اف ار قليل وانت خايف على البيشنت ده، وخصوصا لو هياخد صبغه كبيره، لازم توقف قبلها ب 48 ساعه وترجع بعدها ب 48 ساعه. هي دي اكتر حاجه كان فيها ديبيت يعني. ماشي؟ الاي دي اي كومنت على الميتفورمين. الاي دي كومنت ده اللي هو الامريكان دايابيتس اسوسيشن كومنت على كل الادويه. يعني هم بياخدوا دواء دواء كده ويبداوا يعملوا عليه كومنت. افيكاسي وايز هاي، هاي يعني ايه؟ يعني بينزل الاي 1 سي واحد لواحد ونص فاكثر. ده لو هو لوحده، مع الكومباينيشن ممكن توصل في بعض الكومباينيشن 3.5 ل 3.7. فافيكاسي قوته هاي افيكاسي. الريسك اوف هايبوجلايسيميا نو ريسك او فيري ليميتد ريسك. نادرا ما تشوف بيشنت دخل في هايبوجلايسيميا على ميتفورمين، صعب قوي انك تعمل كده. الافكت على الويت، ويت نيوترال او ويت لوس، وده بقى اللي احنا بنقع فيه كلنا، ان الناس بتستخدم الويت فورم الميتفورمين كويت لوزنج دراج. هو مش اف دي ابروفد كويت لوزنج دراج، هو دراج بينزل الوزن 3 4 كيلو في البدايه، وبعد كده بيعمل بلاتو افكت. يعني في الاول بيبقى ويت لوزنج وبعد كده يبقى ويت نيوترال، فهو مش دواء مثبت للتخسيس. ماشي؟ الروت اوف ادمنستريشن بيتاخد اورال. ماشي؟ الكوست بتاعه في لو كوست، فبالتالي الافيلابيلتي بتاعته في المناطق المعدمه او المناطق النائيه لو انت شغال فيها، ما ينفعش بقى تفوت وشتت عيان من غير ما تكتب له متفورمين يا فندم. يعني هو اهم من السلفونال وهي، وارخص منها وافيلابل اكتر منها. واحنا قلنا الكونديشن اللي بيبقى فيها كونتر اندكيتد في ليميتد، كم مره هتقابل عيان عنده سيفير امبيرمنت؟ كم مره هتقابل عيان عنده اكوت هارت فيلير وداخل رعايه؟ كم مره هتقابل عيان داخل يعمل كونتراست؟ قليل. بس في الباقي 99% من الناس هتلاقيهم المتفورمين بالنسبه لهم اوبشن كويس جميل، دواء بينزل الوزن او على الاقل ما بيزودوش، ريسكو فايبوجلاسيميا بتاعته قليله، افكت افكاسي وايز عالي، بينزل اي 1 سي كويس، دواء مدروس كويس عليه دراسات من زمان جدا من الاربعينات، وليك حتى ليه كاردو بروتكتيف بنفيت اثبتوها في الدراسات الحديثه. نرجع بس اللي بعدها بقى دكتور امير، ندخل في السلفونال يا جماعه. السلفونال انا اول حاجه كاتبها فيها انك لازم تاخد بالك المجموعه الاكثر شيوعا واكثر استخداما في مصر هي مجموعه السلفونال، وهي مجموعه كويسه، احنا ما بنهاجمهاش ولا حاجه. اما بتكلم على السلفونال انا ما بهاجمش السلفونال، انا بتكلم انك تديها للعيان في الصح بتاعه في الوقت الصح. السلفونال لما تيجي تديها في العيان تبقى حاطط في دماغك حاجتين، الريسك اوف ويت جين وريسك اوف هايبوجلايسيميا، كده هترتاح مع السلفونال. وايه السلفونال بتشتغل ازاي؟ هي بتشتغل على السلفونال ريسبتور اللي موجوده على البيتا سيل، بتبلوك بوتاسيوم تشانل فتفتح كالسيوم تشانل فيحصل كالسيوم انفلكس فيعمل كونستريكشن للبيتا سيل جانيولز فيطلع الانسولين. فعشان كده بيسموها الانسولين سيكيتاجوجز او مفرزات الانسولين. ماشي؟ دي السلفونال. كان منها جينيريشن متعدده،
الفيرست جينيريشن دي ما عادش مستخدمه قوي، اللي هي التولبيتامايد والتولوزامايد والكلوبوبامايد مش مستخدمه قوي. السكند جينيريشن في منهم كونفنشنال، كونفنشنال سكند جينيريشن اللي هو زي الجلايبن كلومايد، وده دواء مشهور جدا حتى موجود في المستشفيات الجامعيه والحكوميه، البراند بتاعه اسمه الدوانيل، والكومباينيشن بتاعه، لا يا دكتور اميل الصفحه اللي قبلها، والكومباينيشن بتاعه مع الميتفورمين اسمه الجلوكوفانس او الدايافانس او جلايمت فورت او جلايبوفيت. ادويه كلها انتم بتشوفوها وبتستخدموها كتير. بليز يا جماعه، الجلايبن كلومايد دواء عنيف جدا ممكن يمتد 24 ساعه في اكتر، فبالتالي ريسكو هايبوجلايسيميا معاه كونسيدرابل. يعني ايه؟ بلاش تديه في عيان اولد ايج، يعني بلاش تديه في واحد فوق ال 60 سنه، وخصوصا لو قاعد لوحده في البيت، ماشي؟ لان ده لو جاله اتاك وفايبوجلايسيميا ممكن يدخل فايبوجلايسيميك كوما ويروح منك، ماشي؟ وكمان فين يا جماعه، احنا داخلين على رمضان ان شاء الله، كان كلها كام شهر، ففي رمضان الدواء ده صعب جدا الصيام عليه، حتى في الابيديو في الديو في الـ في الـ في الـ في الاستاد اللي معمول على رمضان والصيام، كاتبين التوصيه ان لو العيان بتاعك ماشي على جلايبن كلومايد واحد من الجلوكوفانس او الدايفانس او غيره، وحتى كنترول ده عليه، لازم أن تفكر في شهر رمضان انك تقلبه لاما سلفونالويه ويز ليس هايبوجلايسيميا زي الجليكلازايد او الجليميبرايد، يا اما تقلبه لمجموعه ثانيه خالص زي دي بيفور او خلافه في فتره رمضان، عشان تتفادى الهبوطات اللي ممكن تحصل في السكر وممكن تعرض العيان ده لهايبوجلايسيميك كوم. كمان العيان اللي عنده ستيج 3 كرونيك كيدني ديزيز، الكرونيك كيدني ديزيز بتبقى ايه؟ ستيج الخمسه ستيج، ستيج 1 فوق ال 90 الجي اف ار، ستيج 2 من 60 ل 89، ستيج 3 من 30 ل 59، ستيج 4 من 15 ل 29، ستيج 4 اللي هي اقل من 15، تمام؟ فالبيشنت اللي هو ستيج سي اللي هو الجي اف ار بتاعه اقل من 60، ناخد بالنا ما نديش معاه جلايبن كلامايد، او لو اديناه يبقى عندنا في وسط راسنا، لان العيان ده ممكن يدخل في سيفير هايبوجلايسيميا عليه. الستارتنج دوز بتاعها من 2.5 ل 5، ومعظم الناس بتبدا يعني من 2.5 ل 5 بفوق المين ميل قبل وجبه الفطار، وممكن تزود الجرعه لمرتين يوميا، معاك الماكسيمم دوز بتاعتك 20 مللي جرام. تمام. الصفحه اللي بعدها دكتور امين، الجليكلازايد يا جماعه، الجليكلازايد ده سكند جينيريشن سلفونالويا، وريسكو في هايبوجلايسيميا والويت جين قليل، اقل من الجلايبن كلامايد لو قارناهم هيد تو هيد، ماشي؟ ده الاسم التجاري الاشهر بتاعه الدايماكون، وفي منه اللي هو الموديفايد ليست فورمولا اللي هي موجوده اكثر شيوعا دلوقتي، التركيزات بتاعتها 30 و60، ميتابولايز في الليفر، انتوا اكتف ميتابولايت، عشان كده ممكن يستخدم في العيانين اللي عندهم هنا الامبيرمنت، وزود الدوز ادجستمنت ده لغايه 30، ماشي؟ لغايه 30، تحت ال 30 لا هتقلل الجرعه، وتحت ال 15 هو مش استادد اصلا تحت ال 15، ماشي؟ يعني لو بيشنت كرونيك كيدني ديزيز ستيج 5 تحت ال 15 على دايز ما ينفعش ياخد دايماكون، عشان هو مش استادد في المرحله دي. اقل من 30 لو انت ماشي على دوز هتضطر انك تقلل الجرعه، وطبعا يا جماعه اقل من 30 ده انا باخد استشارات زمايلنا في النفرولوجي، اي عيان كرونيك كيدني ديزيز ستيج 3 بي اللي هو الجي اف اي بتاعه قل عن 45 لازم تبدا تاخد استشاره زميلك النفرولوجي، او لو حتى لو ستيج 3 اي او ستيج 2 والعيان بيديتيريت معاك، يعني انت عامل له البيز لاين ولقيته مره واحده البيز لاين بتاعه افكتد، مفيش معنى انك تاخد استشاره زميلك من بتاع النفرولوجي وتظبطه مع بعض العلاجات بتاعته. الدايمايكرون كاسم تجاري الاشهر يعني ام ار، احنا بنبدا ب 30 قبل الوجبه الرئيسيه بتاعت الفطار ب 10 15 دقيقه، وممكن نزود الدوز على ويكلي بيزس لحد الماكسيمم دوز بتاعتي 120 مللي جرام. في السكر يا جماعه ستيب وايز ابروتش، هو صحيح ايرلي كنترول بيتا كنترول اللي بيسموها الليجاسي افكت، ليجاسي افكت انك تظبط السكر بدري بادويه قويه ده بيخلي الكومبليكيشن اقل، بس برضك وانت بتظبط بادويه قويه لازم يبقى في دماغك حاجه مهمه جدا، الهايبوجلايسيميا. انت هنا على طرفي ميزان، طرفي الميزان ما بين انك تكنترول الهايبوجلايسيميا بدون ما تسبب هايبوجلايسيميا، فلازم يبقى الهايبوجلايسيميا في دماغك وانت بتعالج العيان بتاعك. اوعى تيجي على حساب الهايبوجلايسيميا بالافكاسي، يعني اوعى تدور على دواء قوي جدا وتنزل السكر وانت مش بص على الهايبوجلايسيميا، حاجه مهمه قوي، عشان كده هي في الاي دي اي كومنت على طول موجوده في الاول، ماشي؟ الجليبيزايد ده هو دلوقتي مش افيلبل عندنا في مصر، الجليبيزايد ده اسمه الجلوكوتور او الميني دياب، هو سكند جينيريشن سلفونال، وهي
والهايبوجلايسيميا بتاعته يا جماعه كانت قليله جدا، حتى ينال دوز موديفيكيشن بتاعته ما كانش ليه ينال دوز موديفيكيشن، فكان بيستخدم في عيانين اللي هم عندهم كرونيك كيدني ديزيز من غير ما تخاف. بس هو مشكلته ايه؟ ان الدواء افيكاسي وايز ما كانش قوي جدا، فبالتالي لما نزل مصر هو كان الميني دياب او الجلوكوتور جلوكوتول كان التركيز 5 مللي والماكسيمم دوز بتاعته 20 مللي، كان ما بينزلش السكر كويس، فبالتالي ما خدش حظه كويس مع الدكاتره، فبالتالي الشركه بتاعته سحبته ونزلته وبعدين سحبته تاني، فهو مش افيلابل عندنا. الجليبيزايد ده لقطه، ليه؟ اي دواء من الادويه بره السلفونالويه بيحب يقارن السلفونالويه بيزنقها في حتتين، في الهايبوجلايسيميا ريسك يتفوق عليها وفي الافيكاسي وايز، فاي حد كان بياخد بيعوز يتفوق على السلفونالويه في افيكاسي كان بياخد الجليبيزايد ده في هيت وهيت ترايل، عشان هو عارف ان هو اضعف من التانيين، فبالتالي يطلع statistically significant ان هو اقوى منهم. وايه ده الكلام بتاع الترايلز؟ هو صحيح اقوى منهم، بس هو الدواء في مقابل ان هو ريسكو في هايبوجلايسيميا والويت جين كان قليل، الافيكاسي وايز ما كانش قد كده، هو مش افيلبل عندنا في مصر دلوقتي. الجليمبرايد ده يمكن اكثرهم شهره، هو بيعتبر سكند جينيشن او ايرلي سيد جينيشن سلفونالويا، وريسكو في هايبوجلايسيميا والويت جين اقل برضك. الجليمبرايد لحد جي اف ار 30 ممكن يستخدم، مفيش مشكله، ده اخر تحديث يعني. الجي اف ار تحت 15 ماكسيمم تستخدم 1 مللي جرام وتبقى عينك في وسط راسك، او انك تقلبه على حاجه تانية لو افيلابل بالنسبه للعيان. طبعا السيفست في عيان الكونيك كيدني ديزيز الانسولين، في الاستيج 4 و5 السيفست هو الانسولين طبعا، ماشي. فهو بيستخدم لحد 30 بدون خوف، من 15 ل 30 هتديوس الدوز، اقل من 15 ماكسيمم هتستخدم 1 مللي جرام، والافضل انك تدور على بديل للجليمبرايد. الجليمبرايد يا جماعه انا شفت منه يعني 15 جليمبرايد اندوس هايبوجلايسيميا في بعض العيانين، انت ممكن تقابلهم مره في حياتك بس ممكن تنقذ حياته. عيان بيبقى واخد جليمبرايد ده ايديوسينكراسي من الدراج، يعني ممكن بدوز قليله، يعني ممكن يكون ماشي على، انا شفت عيان كان ماشي على مايل واحد مره ودخل في جليمبرايد اندوس هايبوجلايسيميا، بيحصل سستيند ريليز للانسولين بدون توقف، ومهما العيان خد سكريات وراح المستشفى علق الجلوكوز، بعد ما السكر بيرفع بيرجع ينزل تاني. وبيبقى الحل عندنا احنا في التوكسيكولوجي ان احنا ندي الكترويتويد اللي هو الساندوستاتيك اللي هو بيانتاجونايز الافكت بتاع الانسولين. انا شفت حاله من دي وراحت المستشفى ورجعت كذا مره، وكانوا هم تواصلوا معايا بالصدفه، وانا فكرت في الجليم بيواد اندوز ده هايبوجلايسيميا عشان كنت شفت منها كيس هيبوتو مرتين، فقلت لهم على الساندوستاتيك، وهو الوحيد اللي وقف الهايبوجلايسيميا بتاعت العيان، تمام. فايه الجليم بيواد في الكرونيك كيدني ديزيز ستيج 4 و5 لا يفضل انك تديه، ودور على بديل تاني ليه، ماشي. البراند بتاعه اسمه ايه؟ الاماريل 1 و2 و3 و4، ستارتنج دوز من 1 ل 2، وبينكريز ان ويكلي بيزس الماكسيمم دوز بتاعي 8 مللي جرام، بس خد بالك زي ما بيفهمونا دايما ان فوق ال 6 مللي جرام مش هتاخد افكاسي اكتر، بس ممكن تاخد مور ريسك اوف هايبوجلايسيميا. وفي حته براكتيكال ايشو شفتها من كذا حد من اساتذتنا، ان لو الدوز عدت 4 مللي جرام ممكن تديفايد على 2 دوزز صباحا ومساء، بس دي ده اكسبيرت اوبينيون، انما مش مكتوب، هو مكتوب ان هو لونج اكتنج بيتاخد وانس، الدوز بتاعته من 1 ل 2 كبدايه ماكسيمم 8، ولو فوق الستة فعلا مش هتاخد منه افيكاسي بس ممكن تاخد منه ريسك اوف هايبوجلايسيميا. الاي دي اي كومنت على السلفونايل، وايه ايه الاي دي كومنت على السلفونايل؟ وايه افيكاسي وايز هاي، دواء محترم جدا، دواء كويس وبينزل السكر. الهايبوجلايسيميا ريسك كونسيدرابل ريسك اوف هايبوجلايسيميا، كونسيدرابل ريسك اوف هايبوجلايسيميا، يعني ممكن يدخل العيان بتاعك في هبوط عنيف، وخصوصا مجموعه الجلايبين كليمايد الجلوكوفانس والدايفانس والجلايمت والكلام ده في الاولد ايج. احنا ما قلناش اللي هو وحش، احنا قلنا تختار البيشنت المناسب انديفيدوالايز، انت تايزي بتفصل على العيان، ما تجيش في واحد عنده 70 سنه وتكتب له الادويه دي بحجه انها رخيصه. طب ماشي، البيشنت ده لو دخل في هايبوجلايسيميا كوما وهو قاعد لوحده في البيت، مين اللي هينقذه؟ ممكن يروح بسبب كده، او لو عيان ده كارديال والهايبوجلايسيميا انديوز كارديال كونديشن دخلته في ام اي، مين اللي هينقذه؟ فلازم توازن افكت على الويت، بيعمل ويت جين، فما تجيش في عيان اوبيز وبيقول لك يا دكتور انا نفسي اخس، تكتب له سلفونال وايه، ما تدور له على الحاجات اللي يا اما ايه ويت نيوترال يا اما لها ويت لوزنج افكت. الروت اوف ادمنستريشن بتاعه بيتاخد اورال، الكوست بتاعه لو طبعا رخيص، عشان كده هو افيلابل ومتاح وموجود في الوحدات الصحيه والكلام ده. رينال دوز ادجستمنت انا اتكلمت عنها في كلام، ممكن يا دكتور امير السلايد اللي بعدها.
النان سلفونالو يا سكيتا جوجز، النان سلفونالو يا سكيتا جوجز يا جماعه نفس فكره السلفونالو، هي ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن، بس بتشتغل على جزء في ريسبتور مختلف عن السلفونالو يا سيبتور المشهور. هي برضك بتشتغل بنفس الطريقه، فيها ميزه مور رابيد اكشن، ممكن تتاخد خلال 5 دقائق قبل الوجبه. الافكت على الهايبوجلايسيميا والويت جين اقل من السلفونال وهي العاديه، بس عشان نتفق مع بعض الافكاسي وايز اقل برضك من السلفونال. انت في الدنيا ما بتاخدش كل حاجه، انت بتاخد منها ان هي رابيد اكشن، كانك بتدي شورت اكتنج انسولين، تمام، تشتغل بسرعه جدا في خلال 5 دقائق، وشورت دوريشن بتغطي فتره صغيره، فبالتالي مش هتدخل العيان بتاعك في فيكونت هايبوجلايسيميا، بس ومتزودش الوزن قوي، بس العيب بتاعها ايه؟ الفيكاسي وايز ضعيف، مش هتنزل السكر النزول اللي انت عاوزه. هي مناسبه مين قوي؟ الاسامي التجاريه بتاعتهم، اشهر واحد فيهم ريباجلينايد اللي هو النوفو نورم، في تركيزات نص وواحد واثنين، انت بتبدا بالنص وبتزود الجرعه بالتدريج لحد 2 مللي جرام معاك لغايه 4 مرات في اليوم، ويمكن ممكن توصل ل 4 مللي كمان، ماشي؟ يعني الماكسيمم دوز بتاعت النوفو نورم ده 16 مللي جرام، بس صعب انك توصل لكده. فانت بتبدا بتركيز النص واحد اثنين، وممكن تزود الدوز لغايه 4 مللي جرام في الوجبه، بس ده صعب انك توصل لحد كده. هو مناسب مين قوي المجموعه دي؟ الناس الالدر الاولد ايج، اللي انت خايف منهم انك تديهم لايبنج كلومايد، او خايف انك تدي له جليمي برايد اميل، وقعد لوحده وبينسى وممكن ما ياكلش فيدخل في فيكونت هايبوجلايسيمي. فانت هنا بتبقى معلمه انك يا حاج هتاخد القرص ده، لو اكلت لو فوتت الوجبه ما تاخدش القرص، ميز دي ميل ميز دي دوز، دي ميزته. انت كده كده بتدي له شورت اكتنج انسولين، تدي له حاجه يا دوبك تشتغل على الوجبه وخلاص. فعيان مثلا لايف اكسبكتنسي بتاعته شورت، عنده مالتيبل كوموربيديتيز، الهايبوجلايسيميا ممكن تعمل له كارديال كونديشن، فده يبقى اوبشن كويس انك عاوز، مش لازم تظبط ل7، ممكن هنا لس ستاند، يعني ممكن توصل ل7.5 ل8، مفيش مشكله في العيان زي ده، بس في المقابل ما تدخلوش في هايبوجلايسيميا. النايس جايد لاينز من كتر الدواء ده مع لطيف كانت حطاه راس براس مع الميتفورمين، لحد ما الناس كلها يعني بدات تتريق عليهم فنزلوه بعد الميتفورمين، كانوا حطوه اوبشن اول قبل الميتفورمين عشان حته الكوست، هو مش غالي، وحطت الليس ريسك وفايبوجلايسيميا ويت جين، وقال لك ده دواء لطيف، ماشي. التيزي ديز ده الساليزيدون داي ايون، كان عودتنا في الكليه الاسم المجعلص، الاختصار بتاعه تيزي ديز، ده لطيف برضك، بس برضك تختار العيان المناسب. كلمه السر في السكر بيشن سنتر ابروتش او تيلورد او انديفيدواليزد، انت تغذي بتفصل على العيان بتاعك، بتفصل افكاسي وبتفصل ريسك وفايبوجلايسيميا، افكت على الويت، كوست، كوموربيديتيز، بريفرنس بتاع العيان، كل ده تفصيل على العيان بتاعك، ماشي. فالدواء ينفع عيان، ما ينفعش في السكر تحفظ وشيطة محفوظه، يعني لازم في السكر لما يقول لك اكتب وشيتات محفوظه اطبعها لكل الناس، ده مش دكتور سكر كويس. وان اوف ذا موست بوتنت انسولين سنسيتايزر هو التيزي ديز، هو والميتفورمين، الاثنين بيشتغلوا كانسولين سنسيتايزر بقوه. هو هنا بيشتغل على حاجه اسمها البابايت جاما ريسبتور اللي موجوده في الليفر والاديبوس تيشن، وليه اكسترا ديابيتيك يوزز، يعني ممكن تستخدمه في عيان البوليسيستيك اوفي ديزيز بلو دوز. انتوا عارفين الميتفورمين بيستخدم في البي سي او برضك عشان الانسولين ريزيستنس داخل في الباثوجينيسيس بتاع البوليسيستيك اوفي ديزيز، وممكن تستخدمه في عيان الفاتي ليفر وبيجيب نتائج كويسه. البراند بتاعه الاكتوس تركيز 15 و30، ودي كلها جينيك اللي انا كاتبها دي، اي حاجه فيهم تعجبك اكتبها حسب الكوست بتاعها وحسب الافكاسي وايز بتاعها. يعني انت دايما تبقى جايدد بالعيان بتاعك، ما ينفعش عيان الظروف الماديه بتاعته معدمه وتروح تكتب له ادويه غاليه، ما هو مش هيجيب، ولو جابها شهر مش هيكمل عليه، تمام. الستارتنج دوز بتاعتي كام؟ 15 مللي بفور او افتر فيه فود وانس داي، الماكسيمم دوز 45 مللي. التكه بتاعتك في التيزي ديز ايه؟ ان الافكت بتاعها ما بيبانش بسرعه، انت محتاج اسبوعين في اكتر عشان يبان الافكت بتاعها. فانا حتى لما ببقى مديه كانسولين سنسيتايزر ببقى عارف ان هو هيتاخر شويه في الافكت، هزق معاه الميتفورمين، ماشي، وبقول للبيشنت انت هتعرف ان الدواء اشتغل امتى؟ لما تبدا تدخل في فريكوانت هايبو، فهنبدا نقلل جرعات الانسولين. يعني احنا احيانا بنستخدمه مع الانسولين في تايب 2 كانسولين سنسيتايزر مع الميتفورمين، بتلاقي في عيانين عندهم انسولين ريزيستنس بياخدوا جرعات خزعبليه من الانسولين وبيستجيبوش، ده انسولين ريزيستنس.
فانت محتاج تدي سنسيتايز، مش هتقعد تزود في الدوزز والعيان يدخل في ويت جين وفيسال اديبوزيتي ومو انسولين ريزيستنس وتدخل في فيشس سايكل. عاوز بتبقى عاوز تكسرها الكاسه بتاعت الفيشس سايكل دي بانك تدي ميت فورمين او تيزي ديز. ماشي. السايد افكت، السايد افكت بقولها ليه؟ عشان العيان اللي هو عنده المشكله دي ما تديهوش الدواء ده. يعني عيان هو بيعمل سولت ووتر ريتنشن، وده كان سبب من الاسباب. انتوا عارفين المجموعه دي كان فيها اثنين، بايو جلوتازون ويوز جلوتازون. الناس القديمه شويه تحت حجر الدواء اسمه افانديا. افانديا ده كان في نهايه التسعينات بدايه الالفينات، كان نازل بدعايه فظيعه من الشركه بتاعته ان هو اللي بيعالج السكر وان هو الحل المثالي للقضاء على السكر والكلام ده، لغايه لما واحد كتب عنه مقاله وعمل عليه ابحاث لقى ان هو بيعمل سولت ووتر ريتنشن فزود ريسك اوف هارت فيلير وعمل موتاليتي، فالاف دي اي سحبته وعبال الدواء ما رجعته تاني ما كانش يرجع بنفس القوه بتاعته زمان. فخد بالك ان الدواء ده بيعمل سولت ووتر ريتنشن فمش مستحب في عيان عنده هارت فيلير. ماشي. ومش مستحب في عيان تغيل ان كنترول هايبرتنشن. مش مستحب في مين كمان؟ في الفيميل الاوستوبروتيك، لان هو بيعمل بوست مونوبوزال اوستوبروزس، فمش مستحب في العيانين البوست مونوبوزال الفيميل خصوصا لو اوستوبروتيك. ومش مستحب في عيان عنده فاميلي هيستوري للكانسر بلادر، لان هم لقوا ان هو بيزود الريسك اوف كانسر بلادر في حاله واحده بس، لو البيشنت عنده فاميلي هيستوري، وده اتكتب بلاك بوكس وورنينج عشان الناس ما ترفعش عليهم قضايا بسبب الموضوع ده. تمام. مش مستحب برضك لو الليفر فانكشن بتاعت العيان سي فولدس اباف النورمال 2.5 ل 3 مرات اباف الريفرنس رينج، مش هيبقى مستحب. ماشي. يبقى الكونسيدريشن والسايد افكت، مش مستحب في عيان هارت فيلير وخصوصا لو سيفيل ان كنترولد هارت فيلير او سيفيل ان كنترولد هايبر تنشن، مش مستحب في البوست منوبوزال اوستوبوتيك فيميل، مش مستحب في حاله في بوزيتيف فاميلي هيستوري وفي كانسر بلادر، ومش مستحب لو الليفر فانكشن 2.5 او 3 اضعاف الطبيعي كبدان. ماشي يا دكتور امين. اللي بعده الفيكاسي وايز بتاع الدواء الاي دي اي كومنت عليه، اه كويس بينزل التراكم 1.5 في اقصى الريسكو فايبوجلايسيميا في لو. اي حاجه بتشتغل باكسترا بانكرياتيك ميكانيزم يا جماعه الريسكو فايبوجلايسيميا بتاعها ضعيف، يعني اي حاجه بتشتغل بعيد عن البنكرياس والبيتا سيل والانسولين سكريشن هتلاقي معدل الخطوره فيها قليل. افكت على الويت، ويت جين، فما يجيلكش عيان ست قد كده اوبيز او راجل مثلا تخين وعاوز يخس وتيجي كاتب له تيجي تعتمد عليه في العلاج بتاعه، وهو هيعمل ويت جين وانت مش عاوز ويت جين. ماشي. الكوست لو انت بتدور على دواء رخيص هو لو كوست. ماشي. اللي بعده يا دكتور امين، خدوا بالكم برضك ان هو كويس في عيان الرينال، ملوش نو رينال ديز ادجستمنت، عشان كده بتوع الكدني بيحبوه، بتوع النيفولوجي بيحبوه، بس اكسبت ما يكونش العيان بتاعك معبي وضغطه عالي وتيجي مديله تيزيديز. ماشي. تمام. دي بي فور انهبيتور اللي هو دايبيبتردايل بيبترديز انهبيتور، اللي هو من المجموعه دي، واحده من المجموعات الجديده الليدر في المانجمنت بتاع تايب 2. الدي بي فور انهبيتور يا جماعه هي مجموعه من المجموعات اللطيفه جدا. ماشي. بالنسبه لنا بتشتغل على ازاي؟ ان جلوكوز ديبندنت مانر. كلمه السر في الدي بي 4 انها بتشتغل ان جلوكوز ديبندنت مانر، بمعنى لما ابدا اكل الانتستين بتاعتي بتحس بعد الطعام ما يبدا يتهضم تبدا تحس بيه، فيحصل انتستاينال سكيشن اوف انتستاينال هرمون من الجوجينام والاليا اللي هم جي ال بي 1 والجي اي بي. الاثنين هرمونز دول بيسموهم الانكيتين هرمون، الانكيتين اختصار لانتستاينال سكيشن اوف انسولين، يعني بيروحوا على البيتا سيل يخلوها تفرز انسولين، ويروحوا على الالفا سيل تثبط الجلوكاجون. ان جلوكوز ديبندنت مانر، يبقى كلمه السر ان جلوكوز ديبندنت مانر، فالريسك اوف هايبوجلايسيميا قليل. انا لو اكلت هتشتغل، لو ما اكلتش الشغل بتاعها هيبقى اقل، فمش هتدخلني في هايبوجلايسيميا. لما اكل الانتستنت يحصل ابزوربشن للحاجه، يفضل الانتستاينال سكيشن اوف هرمونز جي ال بي 1 والجي اي بي، يروح على البيتا سيل يزودوا الانسولين سكيشن، يروح على الالفا سيل يصابس الجلوكاجون سكيشن، فبالتالي يظبطوا السكر. المجموعه دي فيها خمس مجموعات فرعيه، سيتا جليبتين اللي هو اولهم، البراند بتاعه الجانوفيا، الجانوفيا كان فيه منه تركيز 100 مللي بس نزل دلوقتي 50 و100، وفي كومباينيشن مع الميتفورمين زي الجانوميت، وفي بدائل انا كاتبها جينيك او على الدراج ار. اي دواء انت تعرف بس براند منه ودور على الجينيك المناسبه على قد ايد العيان. العيانين في مصر يا جماعه في ناس غلابه كتير، على قد ايد العيان عشان في الاخر العيان يعرف يكمل علاجه.
ماشي. الجنوب الستارتنج دوز بتاعتي الستارتنج دوز في الجانوفيا عشان عيان ضربتي اديله دوز اوبتيمال 100 مللي جرام. ال 100 مللي جرام هي الافكتيف دوز بتاعتي في السيتاجليبتين. لو انا بدي كومباينيشن سيتاجليبتين وذ ميتفورمين في عيان ضربتك، ببدا توايس ديلي عشان اخد الافكت بتاع الدواء كويس. هتاخدوا بالكم ان الجانوميت هنا 50 على كذا، 50 على 500، 50 على 850، 50 على 1000. فالماده الفعاله الافكتيف مقسومه على قوسين. ما ينفعش انت بقى تدي العيان العلاج مره واحده وتقول ما سكره مش مظبوط ازود له دواء تاني. طب يا باشا، ما انت قبل ما تزود دواء تاني انت الاول ادي الاوبتيمال دوز من الدواء بتاعك عشان ما تفقدش دواء مهم زي ده. انت لما تدي 50000 مثلا مرتين، انت كده اديت الاوبتيمال دوز من السيتاجليبتين اللي هي 150 مرتين، واديت الاوبتيمال دوز من الميتفورمين اللي هي 2000. ساعتها تبدا تفكر تاد اون عليه، انما ما تبقاش مدي البيشنت بتاعك مره واحده وتقول لا طب ما هو مش مظبوط ليه؟ ما افكر بقى اضيف له مجموعه ثانيه. اديله الاول فرصته. ماشي. انا كاتب لكم هنا الدوز ادجستمنت، انا صراحه ساعات بنساهم فبرجع لهم في البامفلت او برجع لهم في الجايد لاينز واشوف، عشان بس ما تفتكروش ان انا حافظها، يمكن عشان الشغل حفظت شويه منهم. ماشي. الجي اف ار لو اكتر من 50 ما بتحتاجش تعمل نو دوز ادجستمنت للسيتاجليبت. لو من 30 ل 50 انت بتبقى ليميتد بال 50 مللي جرام اللي هو التركيز بتاع ال 50 مللي جرام. ماشي. لو الجي اف ار اقل من 30 انت ليميتد بنص التركيز اللي هو 25 مللي جرام. ماشي. مهم قوي الموضوع ده يا جماعه. في دلوقتي ترند اوف ليبل يوز للدي دي بي 4 انهبيتور في العيان البي دايابيتك. يعني عيان البي دايابيتك هو انترميديت ستيت ما بين الشخص يبقى سليم ما عندوش سكر ويبقى الشخص سكري. البي دايابيتس مرحله وسطيه ما بين الاثنين. في الحل الاساسي بتاعها اللايف ستايل موديفيكيشن، تخسس العيان 5 ل 10% من وزن البدايه بتاعه، وانك تخليه يمارس رياضه وتعمله دايت كنترول مع نيوتريشنست كويس، وممكن تدي ميتفورمين. وفي ناس اللي هم بيبقوا ميتفورمين انتولرانت الدكتور او الدكاتره بتوعنا الاكسبيرت اوبينيون بيلجاهم للدي بي 4 انهبيتور باللي هي هاف الدوز. يعني مثلا يدوا سيتا جليبتين 50 مللي او فيلدا جليبتين 50 مللي مره في اليوم، وانا شفت عيانين كتير ماشيين كده ومظبوطين كبي دايابيتك. انما الاوبتيمال دوز في الدايابيتس 100 مللي جرام. ماشي. ندخل في المجموعه اللي بعدها سب تايب الفيلدا جليبتين. الفيلدا جليبتين البراند بتاعه الجالفاس، جالفاس 50 اهوت ده البراند، كومباينيشن مع الميتفورمين. جالفاس ميت في 50 500 في 50 850 في 50000، نفس الفكره. عشان تاخد منه كويس لازم تديه مرتين في اليوم. انا بفضله ان هو يبقى افتر ميل عشان الجاستيك ابسيت بتاع الميتفورمين، انما هو سيتاجليبتين او فيلداجليبتين قبل او بعد مش هتفرق. ماشي. الجينيك بتاعه ده اكتر دواء في الدي بي 4 انهبيتور عنده جينيك، الفيلدا جلوز والجليبتس والاكيندا والشوجر لو والفيلدا فورمين والديبا فالي، انت هتسمعوا اسامي كتير خالص. انا بتكلم على البراند بس عشان هو الاساس، عشان ما نضيعش وقتنا في صيد اسامي الادويه اللي بعده. يا دكتور امين، اينا الدوز كونسيديشن، الجي اف ار اقل من 50 انت ليميتد ل 50 مللي جرام وانس ديلي. هو خد بالك ان هو كانوا قالوا في الاول ان هو بيرفع الليفر انزيم شويه، فلو عيان عندك الليفر انزيم بتاعته عاليه مش مستحب انك تيجي في السب تايب ده وتستخدمه. استخدم سب تايب من السب تايبس الثانيه، استخدم حاجه في الدي بي 4 بس بلاش الفيلدا جليبت. مع ان في تويلز بعد كده اثبتت ان هو مش بيزود الليفر فانكشن او كده، بس برضك يعني في الكلينيكال فيلد ساعات لو العيان عنده اليفيتد ليفر انزيم وانا اديت فيلدا جليبتين بترتفع معاه بصراحه يعني. فانت لو لقيت عيان زي كده الليفر فانكشن بتاعته مرتفعه اضاف النورمال 1.5 او مرتين مثلا، بلاش تدي الفيلدا جليبتين بايزانيه، ممكن تدي حاجه ثانيه من الجروب بس مش فيلدا جليبتين. اللينا جليبتين البراند بتاعه اسمه تراجنتا، تراجنتا ده تركيز 5 مللي جرام. ماشي. التراجنتا ده الشركه بتاعته لما نزل كانت بتتغنى بالميزه بتاعته ان هو مش محتاج نو رينال دوز ادجستمنت، فهنا الميتابوليزم ملوش دور في الاكسكيوشن بتاع الدواء، فبالتالي حتى في العيان اللي على دياليسيز ممكن تستخدمه. ساعات بيبقى اوبشن لطيف في العيانين اللي ماشيين على انسولين، احيانا العيانين يعني اللي هم كونيك كيدني ديز تشت 4 و5 بيبقوا فراجايل قوي، بيدخلوا في هايبوجلايسيميا على دوز قليله قوي من الانسولين، فلما تيجي تعلي الانسولين دوز
يدخل في هايبو جلايسيمي. تيجي تقلل الانسولين دوز العيان بتاعك يدخل في هايبر جلايسيمي. تيجي تزود قصدي تقلل الانسولين دوز يدخل في هايبر جلايسيمي، تزود الانسولين دوز يدخل في هايبر جلايسيمي. فبتبقى محتار، ويبقى معظم ادويه الفم اللي احنا اتكلمنا عليها وهنتكلم عنها مش مسموح بيها. فاللينا جليبتين هنا بيبقى اوبشن لطيف. عشان كده انا بقول لك ايه؟ اندفيدواليز نيور بيشنت. ماشي؟ عيان زي ده ممكن تدي انسولين بلو دوز، وممكن تستخدم معاه اللينا جليبتين تواجنتا او البدائل بتاعته المناسبه لجيب العيان كاوبشن، عشان ما تزودش جرعه الانسولين وتدخله في سيفير هايبوجلايسيميا. انا بقول لك ايه، بديك المعلومه عشان تعرف تستخدمها انت كده بعد كده مع الدواء. الساكساجليبتين الاسم التجاري البراند بتاعه اسمه انجولايزا، تركيز 2.5 و5، والكومباينيشن مع الميتفورمين اكس ار اسمه كومبوجلايز اكس ار. ماشي؟ الدواء ده ما كانش وحش ولا حاجه، بس هو للاسف في استطلاع اللي اتعملت عليه اسمها الصافور تيمي، الصافور تيمي ده اثبتت ان الساكساجليبتين بيزود الهوسبيتاليزيشن بتاع الهارت فيلير في لو عيان عنده هيستو اوف هارت فيلير. فبالتالي حصل قلق من المجموعه كلها، وبدا كل واحد في المجموعه يعمل كاردو فاسكولار اوت كام ترايل ويقدمها للاف دي اي عشان ما تنزلوش وورنينج. والتانيين بصراحه كلهم اثبتوا ان هم كاردو نيوترال، يعني لا بيفيدوا ولا بيضروا. انما الساكساجليبتين فشل ان هو يثبت اللي هو كاردو نيوترال، وبيزود الهوسبيتاليزيشن في حالات الهارت فيليور. فلو انت عندك عيان عنده هيستو اوف هارت فيليور مش مستحب انك تستخدم فيه الساكساجليبتين. ماشي؟ الالوجليبتين هو اخر واحد نزل لنا في مصر، البراند بتاعه اسمه انهجليب. الجليب ده في 12.5 وفي 25، وفي كومباينيشن مع الميتفورمين اسمه انهيبامت، ودي الاسامي التجاريه البديله بتاعته. انت الستارتنج بتاعك اللي هي الاوبتيمال دوز برضك 25، ماشي؟ وهي الاوبتيمال والماكسيمم دوز في نفس الوقت. ولو انت بتدي كومباينيشن هتلاقي 12.5 توايس. تمام؟ اللي بعدها يا دكتور امير. هنا الدوز كونسيدريشن زي ما اتكلمنا عنهم كلهم. في الالوجليبتين لو الجي اف ار اكتر من 60 ما بتعملش دوز ادجستمنت، من 30 ل 59 تبقى ليميتد ل 12.5، اقل من 30 ليميتد ل 6.5. الاي دي اي كومنت على المجموعه كلها، الفيكاسي وايز مودريت، يعني بتنزل الاي 1 سي بتاعك من نص ل 9.10. تمام؟ هايبوجلايسيميا ريسك ليس ريسك اوف هايبوجلايسيميا، عشان احنا اتكلمنا ان كلمه السر جلوكوز ديبندنت مانر. ماشي؟ افكت على الويت لطيف نيوترال، يعني لا بتزود ولا بتنقص. الروت اوف ادمنستريشن اورال. افكت على الكاردو فاسكولار عشان الساكساجليبتين، احنا قلنا السافور تيمي اثبتت ان هو بيزود الهوسبيتاليزيشن في حاله الهارت فيليور، فبالتالي هو نيوترال على الكاردو فاسكولار سيستم اكسبت الساكساجليبتين اللي هو بيزود الهوسبيتاليزيشن في هارت فيليور. الريسك اوف بانكياتايتس انا نفسي ما شفتهاش في حاجه، بس في بعض زمايلنا قالوا ان هم شافوا حالات بانكياتايتس منه. اللي مكتوب في الليتشر وبتاع مش كتير حالات بانكياتايتس حصلت بسبب الدي بي 4 انهبيتور. يعني انت ممكن بتعالج بيه عيانين كتير جدا وما شفتش البانكياتايتس ده. الجوينت بين برضك ليميتد. لو انت ما قلتش للعيان ان هو بيعمل جوينت بين العيان مش هيحس. لو انت قلت للعيان انه بيعمل جوينت بين وانت بتكلمه عن الدراج، العيان هيجي يقول لك ده وجع لي ركبتي ومش عارف ايه وكده. خد بالك برضك وانت بتشرح للعيان الدواء مش لازم تبقى مندفع ومتحمس قوي في الحديث عن السايد افكت بتاع الدواء. لو في حاجه كونسيدرابل وانت عاوز العيان ياخد باله منها قوي تقول له عليه. لو في حاجه ثانيه انت عارف ان هي ليميتد والترايلز اثبتت ان هي نسبتها 1 ل 2% ما بتعديش 5%، خلاص ما تقولوش. لو هو جه اشتكى منها بعد كده خلاص تدور، لو ما اشتكاش خلاص. واحد من التنانين بقى الكبار الصوديوم جلوكوز انهبيتور اللي احنا اتكلمنا عنه، لو انتوا فاكرين الكولم اللي كان ناحيه الشمال في الجايد لاينز اللي كان بيتكلم عن الناس اللي عندهم ريسك ستراتيفيكيشن اسيوسكولوتيك كاردو فاسكولار ديزيز، ريسك فاكتور الاسيوسكولوتيك كاردو فاسكولار ديزيز اللي عموما اكتر من 55 سنه عندهم كورونيا او سيبو فاسكولار او بيفال ارتيريال ستونز اكتر من 50% وعندهم ليفت فنتيكولا هارت فيليو هايبرتروفي، والناس اللي هم الهارت فيليو والناس الكون كيدني ديزيز، كان في تو دراجز مستحبين قوي فيهم. كان واحد منهم مين؟ صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور. ايه الفكره بتاعت الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور؟ المفروض ان احنا عندنا حاجه اسمها رينال ثريشولد، السكر بتاعنا لو عدى ال 180 بينزل في البول. وبعد كده في ريسبتورز موجوده في البروكسيمال كونفليتو تيوبيول، في الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 موجوده في البروكسيمال وين سيرف، وفي 1 في الديستال 2 سيرف. الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 اكثر اهميه لانها مسؤوله عن 90% من الابزوربشن بتاع الجلوكوز اللي بينزل في اليورين.
يعني تخيل انت بعد الجلوكوز بتاعك ما نزل في البول حاجه تانيه بتسحبه وترجعه للدم، هي الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 مسؤول عن 90% من الابزوربشن. طب وفي كمان بقى ميكانيزم في الدايابيتك ان هو الرينال ثريشولد بتاعهم مرتفع عن الطبيعي، يعني في الناس التانيه كلها الرينال ثريشولد 180 وهينزل في البول، في الدايابيتك لا 220 ل 250 عبال السكر ما ينزل في البول. وبيبقى الصوديوم جلوكوز ترانسبورت اب ريجوليتد، فبعد ما نزل في البول تلاقي حاجه بتسحبه وترجعه تاني. فكانت فكره الدواء ده انك بتعمل انهبيشن للريسبتور اللي بتعمل جلوكوز ابزوربش، فانت كده بتنزل الجلوكوز في البول، يبقى انت ليك رينال جلوكوزويد افكت، انت كده بتنزل الجلوكوز في البول، رينال جلوكوزويد دراج. نزول الجلوكوز ده يا جماعه كله فوائد، ايه الفايده بتاعته؟ نزول الجلوكوز في البول بدون الاعتماد على البنكرياس ده هيخلي ريسكو فايبوجلاسيميا قليل، احنا قلنا اي حاجه بتلعب بعيد عن البنكرياس ريسكو فايبوجلاسيميا فيها قليل. ماشي؟ نزول الجلوكوز في البول، الجلوكوز ده كالوريز، كل 1 جرام جلوكوز ب 4 كالو، فانت لو فقدت 220 جرام انت بتتكلم في 880 كالو فقدتهم بدون مجهود، فهيعمل لك ويت لوس. انت عندك دواء اهو، عندك دواء بينزل لك السكر بدون هبوط وبيعمل لك ويت لوس وبايه؟ وبينزل وزنك وبياخد مع السكر كمان صوديوم، فيقلل لك جزء من السيستوليك بلاد بريشر ويقلل لك الفوليوم اوفر لود. بس بقى تعالى عشان مش كل حاجه في الدنيا مزايا، تعالى في العيوب بتاعته. العيوب بتاعته ايه؟ ان الدواء ده بينزل الجلوكوز في البول، فالجلوكوز ده ميديا للبكتيريا والفنجال، فيعمل يوناري تراكت انفكشن، وممكن يعمل في الفيميلز مايكوتيك فاجينال انفكشن، بس مع عشان ما نكذبش على بعض ليميتد وترانزيانت افكت. ولو الست جالها مايكوتيك فاجينال انفكشن ومهتميه بالنظافه الشخصيه وخليها فاجينال اللي هي عندها دراي وكلين، مش هيحصل معاها الموضوع ده كتير وممكن ما تشوفهاش خالص. بيعمل ريسكو فيستو بروزس وبايلو نفرايتس ليميتد، البيك تو امبيوتيشن فيري ليميتد، وكان ليميتد لواحد فيهم الكانجلوفيولوز. تمام. الحاجه بقى اللي انا بتكلم عنها قبل ما نبدا نسرب، انا بقول لكم الحاجات بشرحها لكم كله ليه؟ عشان يبقى بعد كده مجرد ان احنا هنقرا كلام بس. اوعى تستخدمه في النوع الاول من السكر. ليه؟ خد بالك ان ده بيشفت الميتابوليزم كله. ايه اللي كان بيغري الناس تستخدمه في النوع الاول من السكر؟ دواء بيشتغل اكسترا بنكرياتيك، وانت مشكلتك في النوع الاول من السكر ايه؟ ان البنكرياس بتاعك البنكرياس ديستروييد، في بيتا سيل ديستراكشن. تمام؟ فاي حاجه هتشتغل على البنكرياس مش هتشتغل، انما جالك دواء اكسترا بنكرياتيك ميكانيزم، حاجه بتشتغل بعيد عن البنكرياس وبتنزل السكر في البول، فبالتالي لو اديته في عيان تايب 1 هينزل له السكر. بس خد بالك هيشفت الميتابوليزم من الجلوكوز اللي هو الوقود الاساسي الحيوي للجسم للكيتون بودرز، فمع عيان ما عندوش انسولين كفايه في جسمه، ومع عيان ممكن يبقى ديهايدريتد او عامل اكسرسايز، ممكن يدخل في لايبوليسيس ويطلع كيتون بودرز ويدخله في حاجه خطر جدا اسمها ايوجلايسيميك كيتو اسيدوزس. الايوجلايسيميك كيتو اسيدوز دي مشكلتها في التشخيص، ده سكر اقل من 200 وتكون عليه اسيتون، والاسيتون ده عمل اسيدوز، فمشكلتك مش انك تعالجه، مشكلتك انك تشخصه في الاساس. يعني لما يجي لك عيان سكره اقل من 200 ما بيجيش في بالك وانت واقف في مستشفى الطوارئ انك تسحب له اسيتون، حتى لو بيرجع ترجيع شديد هاجي في دماغك جاسترايتس حتى ام ار، بس مش هاجي في دماغك ان عيان سكره 120 وعنده اسيتون في البول. هو ده اللي بيحصل في تايب 1 لما بيستخدموا الصوديوم جلوكوز ترانسبورت. عشان كده الاف دي اي في البدايه ادت ابروفال لاستخدامه في الايه؟ في تايب 1. بعد ما ادت ابروفال بكام شهر 101 حاله تسجلهم بالايوبلايسيميك كيتو اسيدوز، وكان في حالات فيهم موتاليتي، فبالتالي سحبت الابروفال بتاعه في تايب 1. الاوروبيان ميديكال ايجنسي تنت لغايه الشهر اللي فات مديه ابروفال ليه في تايب 1 اجنست كل الناس، لحد ما الحالات زادت بقى جدا بتاعت الايوبلايسيميك كيتو اسيدوز قالت لك لا انا سحبت الابروفال بتاعه في تايب 1 وهو دواء يستخدم فقط في تايب 2. نرجع بس للسلايد اللي قبلها دكتور امير عشان نقول حاجه بس، هنقول الانواع بتاعته. ماشي؟ الانواع بتاعته انا شرحته كله، فالكلام اللي انا هقوله ده هيبقى مقارن. ماشي؟ انا بقول لك الدواء بينزل السكر في البول بعيد عن البنكرياس فريسكو فايبوجلايسيميا قليل، نزول السكر نزول كالوريز فالويت هيقل، هيقلل صوديوم فبالتالي السيستوليك بلاد بريشر هيقل. ندخل بقى في الاسامي التجاريه والانواع بتاعته. الدابا جلوفيولوزين ده البراند الاساسي اسمه فوسيجا، فوسيجا افيلابل ب 2 تايكزين 5 و 10، و
والكومباينيشن بتاعه مع متفورمين لسه نازل جديد مصر اسمه زيجيدو. زيجيدو ده 5 على 1000. انا المفروض ببدا ب 5 مللي جرام، والاوبتيمال دوز بتاعتي في الفوسيجا اللي هو الدابا جلوفيولوزن 10 مللي جرام. الامبا جلوفيولوزن اللي هو اسمه جارديانز 10 و25 ببدا ب 10، والاوبتيمال دوز بتاعي 25. والبدائل بتاعته موجوده كتير في مصر، ميليتو فيكس والامبيكوزا والامبا والجلمبا كير والامبا جلايمكس، كتير كتير خالص بدائل. الكانا جلوفيولوزن هو اللي كان عليه الكلام كله انه بيعمل بيك تو امبيوتيشن، برضك اللي كان اختار الترايل بتاعته كان اختار خطا، كان جه في عيانين اولد ايج عندهم بيفال ارتيريال ديزيز واستخدم الدواء ده، فلقوا في النتائج بتاعته ان هو دبل البيك تو امبيوتيشن في العيانين اللي خدوا كانو جلوفيولوزن اجينست البلاسيبو، فبالتالي طلع بلاك بوكس وورننج ان هو بيعمل بيك تو امبيوتيشن. والدواء حتى تن فتره كبيره كان اسمه انفوكانا لما نزل عندنا في مصر، اتسحب من مصر وما عادش حد بيكتبه، وعبال ما يجي عمل ترايلز اثبت ان هو ما بيعملش كده، او الموضوع ده كان ليميتد وكان ما كانش حاجه حقيقيه، نزل لسه نازل جديد اسمه ايفوجليتا 100 و300، هو الستارتنج بتاع 100 وبعلي ال 300. المجموعات دي من ساعه ترايل اسمها امباريج، امباريج ترايل دي اتعملت على الامبيج لفيوليوزون اللي هو الجارديانز، واثبتت ان الدراج ده مش بس بينزل السكر، لا ده ليه كاردو بروتكتيف افكت، وقلل الكاردو فاسكولار موتيلتي، وقلل الميجو ادفانس كاردو فاسكولار ايفنت اللي هو النون فيتال ام اي والنون فيتال ستروك والاول كوز موتيلتي بنسب كويسه جدا. فبالتالي حتى زمايلنا حاليا في الكاردولوجي بقى بيستخدموه في عيانين نون دايابيتيك ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، و ودلوقتي كمان بيفكروا في ريديوس ايجكشن فراكشن تمام. فيعني الموضوع بقى يعني طلع بره نطاق السكر، ده البليوتيوبك افكت اللي احنا بنتكلم عنه. حتى في الكرونيك كيدني ديزيز بقى دلوقتي سامست في بعض الاحيان اللي بيبقى عندهم البومنوريا والجي اف ار بتاعهم فوق، خصوصا ماكرو البومنوريا فوق ال 300 والجي اف ار فوق ال 30، سامست ساعتها انك تدي صوديوم جلوكوز حتى لو انت مش عاوزه كاين الجلوكوزوك دراج، انت هنا بتديه كنيفرو بروتكتيف دراج. فالموضوع اللعبه اتغيرت خالص في السكر. السلايد اللي بعدها دكتور امين، احنا هنا بقى بنتكلم عن هنا الكونسيدريشن، هو بيقول لك لو الجي اف اي بتاعك تحت ال 45 ما تبداش فوسيج، ما تبداش اللي هو دابا جلوفيولوز. الحاجات الثانيه 60 ماشي، بس في حاجه يا جماعه عشان دي بتعمل ديبيت قوي، انت هتلاقي في الجايد لاينز فوق ال 30 استخدم الصوديوم جلوكوز، وهتلاقي في التعليمات بتاعه الامبر الدابا جلوفيولوزن تحت ال 45 ما تستخدمش، فانت بتبقى متحرر. بيقول لك بقى لو انت بتستخدم الدواء ده كاين الجلوكوزويك دراج، يعني الهدف الاساسي والهم الاكبر بتاعك انك تنزل سكر العيان ومش فارق معاك الجي اف ار قوي تمام، او مش فارق معاك الكرونيك كيدني ديزيز قوي، انت تحت ال 45 مش هتاخد منه الافكت ده كويس، لان الفلتريشن هيقل، فبالتالي هنا الجلوكوزويك افكت بتاعه هيقل. فعشان كده فعلا تحت ال 45 لو انت بتستخدم الدواء ده كاين الجلوكوزويك دراج في الكنترول وفايبر جلاسيميا والاي 1 سي فارق معاك، تحت ال 45 ما تستخدموش. انما لو انت بتستخدمه عشان كون الكيدني ديزيز او كاردو بروتكشن، انت مسموح لك لحد ال 30 تستخدمه، وفي توايلز جديده على 25 وعلى 20 وعلى 15 كمان، بس هو اخر رقم نزل في الاي دي اي 30 لو انت بتستخدمه ككاردو بروتكتيف نيفرو بروتكتيف، 45 لو انت بتستخدمه كينا جلوكوزوك دراج، عشان برضك الفرق يبقى واضح ما بينكم. الكومبليكيشن بتاعتنا يا جماعه، الكومبليكيشن بتاعتنا بينزل الجلوكوز في اليورين بيعمل يورين اتاك انفكشن ماشي، بس ترانزنت افكت، بيعمل مايكوتيك فاجينال انفكشن في الفيميلز برضك ترانزنت افكت، وانت بتنصح السيده ان هي بتبقى الحته كلين ودراج. اوليوجلايسيميك كيتو اسيدوس الاخطر لو اتاخد في تايب 1 اوف ليبل، وخصوصا لو البيشنت بتاع تايب 1 ماشي على لوكال كارب دايت او ماشي على كيتوجينيك دايت. حتى يا جماعه في تايب 2 اللي بياخدوا صوديوم جلوكوز خد بالك، عشان احنا شفناه العيان ما يمشيش على لوكال او كيتوجينيك دايت مع الصوديوم جلوكوز حتى لو تايب 2، هيدخل برضك في اوليوجلايسيميك كيتو اسيدوس. ولو لقيت عيان في الاستقبال بيوجلايسيميك كيتو اسيدوس بتعمل ايه؟ بتعمل ستيتش مانوفر. ستيتش مانوفر ده ستوب صوديوم جلوكوز، انجكت ريجولاي انسولين، كونسيوم كربوهيدرات، هايدريت وبيشنت،
يعني انت بتدي اي دي فلويدز وبتدي جلوكوز سلاين، او لو العيان بتاعك فايق ممكن تدي كومبلكس كربوهيدرات 10 15 جرام وتدي ريجولار انسولين جوه كوريكشن دوز، يبقى الاستيتش مانوفر ستوب صوديوم جلوكوز انجكت ريجولار انسولين او رابيد اكتين كونسيوم كربوهيدرات هايدريت يور بيشنت عشان تتخلص من الهيوجلايسيميك كيتو اسيدوزس اللي بتبقى عنيفه ومزعجه جدا. اوستوبروزس وبيكتي امبيوتيشن وبايلونيفرايتس في ترانزيانت، ومش قصدي كمان في ريد، نادرا ما هتشوف عيانين عندهم المشكله دي، انا كاتبهم للامانه العلميه عشان هم موجودين في بعض التقارير عن الدواء، عشان احنا ما بنجملش دواء، احنا بنكتب نتكلم عن اللي احنا شايفينه صح. او انا برضه خبرتي مش كبيره قوي في السكر يا جماعه، بس انا بقول لكم اللي انا عارفه، وطبعا قابل للنقاش مع اي حد يعني. يعني ممكن ايه معلومه ما تكونش انا صح بالنسبه لي، حد صححها لي يبقى انا استفدت، حاجه مش ضار بالنسبه لي، حاجه كويسه. الاي دي اي كومنت على الدراج افيكاسي وايز مودريت، يعني الاي 1 سي نزول من نص ل 9 من 10، الريسك اوف هايبوجلايسيميا في لو عشان هو اكسترا بنكرياتيك، هو بيشتغل على الكيدني هنا الجلوكوزويد. ويت افكت بيعمل ويت لوس، ودي حاجه لطيفه لو انت نيوتريشنست وجاي لك عيان اوبيز، ده هيبقى دواء كويس بالنسبه له. ماشي، كاردو بروتكتيف نفرو بروتكتيف، دي حاجه لطيفه برضك بس سعره عالي، انت بتتكلم في مجموعه كلها ما بين 300 و 550 جنيه. في حته مهمه قوي يا جماعه، لو انت بيشنت هايبرتنسيف وماشي على سايزايد دايوريتكس، لازم تدي البيشنت هنت ان هو ممكن يتابع ضغطه وممكن تحتاج انك تعمل ريدكشن للدوز بتاعت السايزايد او للدوز بتاعت الدايوريتك بصفه عامه عشان المعيان ما يدخلش في هايبوفوليميا. الهنت الثاني المهم انك لو قررت تبدا العلاج ده بلاش تبداه قبل رمضان مباشره، على الاقل اسبوعين او شهر قبل رمضان. طب لو العيان جاي لك زهر قبل رمضان مباشره، لا ما تديش صوديوم جلوكوز، لان ممكن يدخل العيان وهو صايم في سيفير هايبوفوليميا والعيان يروح منك بسبب هنا الامبيرمنت بسبب الهايبوفوليميا. فالتو كونسيدريشن انك ممكن تعمل دوز ادجستمنت للدايوتيك دوز اللي العيان ماشي عليها لو هو هايبرتنسيف. الحاجه الثانيه انك ما تبداوش الا قبل رمضان باسبوعين لاربع اسابيع، ما تبداوش مباشره في الزهر اللي قبل رمضان. اللي بعده يا دكتور امين، الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، ده وان اوف بروميسنج دراج، ده واحده من المجموعات الواعده بالنسبه لنا في مجال السكر. بيت كنترول بلاك جلوكوز ان جلوكوز ديبندنت مانر، وفي ليس انسيدنس اوف هايبو جلايسيميا. ماشي، ليه برضك؟ هو نفس الفكره بتاعت الانكيتين انهانس، هي برضك بتشتغل انها بتستيموليت الجي ال بي 1 بس مش الجي ار بي. احنا قلنا الانكيتين ده لما انا باكل الانتستين بتطلع هرمونين، واحد كان فيهم اسمه الجي ال بي 1 والثاني كان اسمه الجي اي بي. هنا اختاروا الجي ال بي 1 عشان كان الافكت بتاعه افضل، كان بيعمل حاجات اديشنال واضافيه افضل من الجي اي بي، فلما اختاروا دواء يبقى اجونست لحاجه معينه اختاروا الجي ال بي 1، وما جابوش الفسيولوجيكال دوز بقى، هنا ادوا له فارماكولوجيكال دوز، يعني بيوصلوا التركيز بتاع الجي ال بي 1 لاربع اضعاف التركيز الطبيعي، فبالتالي بياخدوا منه تاثير قوي جدا. اشتغل على الساتايتي في البين فيقلل الابيتايت بتاعتي، بيدلي الجاستريك امتنج، وبيشتغل بالميكانيزمات المعتاده على البيتا سيل استيميوليت الانسولين سيكيشن، وعلى الالفا سيل سبريس الجلوكاجون سيكيشن. فبتلاقي دواء يظبط سكر ويقلل وزن ويقلل شهيه، وممكن كمان تستخدمه في الاوبيزيتي، بعض الانواع منه ابروفد في الاوبيزيتي، فدواء لطيف وليه كاردو بروتكتيف افكت بالترايلز، وريسنت بقى ليه نفرو بروتكتيف افكت، يعني دواء لطيف في كل الجوانب، بس هو مشكلته في سعره الغالي. لما حبيت اختار لكم منه حاجات، انا اخترت لكم الحاجات اللي موجوده في مصر. اللي هو جلوتايد ده اول واحد نزل منهم واتكلموا عنه في مصر كتير، اللي هو الفيكتوزا الاسم التجاري، هو الام الالم 3 مللي فوليوم، كل مللي فيه 6 مللي جرام من الماده الفعاله، يعني هو 18 مللي جرام اللي هي جلوتايد ده. كلمه السر في الادويه دي هو وانس ديلي، تاخد مره واحده في اليوم سبكوتينيوس. ماشي، المانثلي كوست بتاعه تقريبا 1750 جنيه. انت بتبدا هو الالم ثلاث تكات، يعني الالم بيجي فيه ثلاث تركيزات، التكه الاوليه تركيز 6 من 10، التكه الثانيه تركيز 1.2، التكه اللفه الثالثه تركيز 1.8. انت بتبدا باقل تركيز اللي هو 6 من 10،
لمده اسبوع كامل عشان العيان يبقى توليريتنج السايد افكت بتاع الدواء. هو بيديلي الجاستريك امتنج، فبيعمل سيفير ديسبيبسيا وبيعمل نوزيا وفوميت. فماشي، فانا عشان كده ما ينفعش ابدا بجوعه عاليه، لازم ابدا بجوعه صغيره اسبوع واعلى بالجوعه اللي بعدها، واحد واثنين اسبوع. لو العيان مش كنترول بسكره اعلى الواحد وثمانيه، ودي الماكسيمم دوز ابروفد فور تريتمنت اوف دايابيتس، اللي هي جلوتايد ليه تو ابروفر بتركيز الواحد وثمانيه من عشره مللي جرام كماكسيمم دوز ابروفد في الدايابيتس. مش هنتكلم عن تركيز تاني ابروفد في الاوبيزيتي، يعني هو ابروفد في الدايابيتس بتركيز الواحد وثمانيه، بوصل له في خلال 3 اسابيع. الاسبوع الاول 6 من 10، الاسبوع الثاني 1.2 من 10، الاسبوع الثالث 1.8 من 10 مللي جرام. تمام، ابدا بال 6 من 10، الاسبوع الثاني 1.2، الاسبوع الثالث 1.8. ابعد عن الفاتي ميلز قدر الاستطاعه. ليه؟ لان هو بتديلي الجاستيك امتنج كمان، فالعيال هيبقى نوزيتنج اكتر. ممكن في الاول ادي معاه بروكاينيتك، حاجه بتزود الجاستيك موتيليتي عشان العيان ما بيعاني من ده من النوزيا والفوميتنج بتوعه. بس خد بالك انه بعد اسبوعين لاربع اسابيع بيحصل له حاجه اسمها التاكيفلاكسيا، خدناها في الفارماكولوجي، تولرانس للسايد افكت بتاع الدواء. فبالتالي حته الجاستيك ابسيت اللي هتحصل بعد كده هتقل مع استخدام الدواء. فانت عدى اول اسبوعين لاول شهر هتلاقي الدنيا اتحسنت بعد كده. ماشي، خد بالك ان في فورمه مخصصه للاوبيزيتي اسمها ليا جلوتايد 3 مللي جرام، حتى الاسم التجاري بتاعه مختلف اسمه ساكسندا. انا سالت اشمعنى ده واخد ابروفل في الاوبيزيتي وده مش واخد، اشمعنى الفيكتوزا اللي وعلى الرغم ان هم نفس الماده الفعاله اللي هو جلوتايد واخد ابروفل في الاوبيزيتي والساكسين ده مش واخد؟ قالوا لي عشان الاف دي اي تدي ابروفل في التريتمنت بتاع الاوبيزيتي بيبقى عندهم ويت ريدكشن معين في فتره زمنيه محدده. فتركيز ال 3 مللي جرام نجح ان هو يفولفل الريكوايرمنت دي، فهم ادوا له ابروفل. انما تركيز الواحد وثمانيه في الفتره الزمنيه المحدده فشل ان هو يفولفيل ريكوايرمنت، فما خدش ابروفل في الاوبيزيتي وخد ابروفل بس في الدايابيتس. ماشي، السايد افكت بتاعته ريسك اوف بانكرياتايتس زي الدي اف 4 انهبت، وثيوريتيكال ريسك نظري ان هو بيعمل مضله ثيرويد كارسينوما او مالتيبل اندوكراين نيبليزيا تايب 2 في المايس. اشمعنى؟ عشان هم عندهم الرودنت او المايس الاف الاف او ملايين الريسبتورز بتاعت الجي ال بي 1، انما دي مش موجود في البشر، فمش هتلاقي حالات مسجله لمضله ثيرويد كانسر او مالتيبل اندوكراين نيبليزيا في البني ادمين، عشان بعض الناس اللي هي بتعالج بالاعشاب بعيد عن الادويه وبتاع، وان هي بتستغل الناس بتيجي في الحته دي تمسك فيها، لما الدواء ده نزل مسكوا في الحته دي، قال لك ده بينزل لكم دواء يخسسكم بس بيعمل سرطان في الغده الدرقيه، ولا بيعمل سرطان ولا بيعمل غيره. ده ثيوريتيكال ريسك في المايس بس. الصفحه اللي بعدها يا دكتور امين، مفيش رينال دوز ادجستمنت في المايل والموديت كيسز في الماركت اللي هو كرونيك كيدني ديزيز تشفي 4 و5، هو مش هيفل ستادي بس هو من الادويه السيف في الكرونيك كيدني ديزيز. ماشي، اللي بعده يا دكتور امين، الدولا جلوتايد، الدولا جلوتايد البراند بتاعه اسمه تيوليسيتي. التيوليسيتي ده المفروض ان موجود منه فورمتين 75% و1.5، بس التيوليسيتي الدولا جلوتايد وانس ويكلي، يعني بيتاخد مره اسبوعيا. ماشي، هو ابروفد لتايب 2 فقط، مش واخد ابروفل لتايب 1 عشان برضك لو حد سال. المانثلي كوست بتاعه 2000 جنيه، هو الحقنه الواحده ب 500 جنيه. ماشي، اللي افيلبل عندنا في مصر تركيز الواحد ونص، تركيز ال 75% مش افيلبل. خد بالك ان البيشنت ممكن يجي له في الاول نوزيا وفوميتنج وديسبيبسيا وابدومينال بين، فانا قلت لك يبعد عن الفاتي ميلز، وممكن تدي بروكاينيتك وبوتون بامب انهبيتور في بدايه العلاج بيه لحد ما العيان يحصل له تاكيفلاكسيا للافكت بتاع الدواء. ماشي، ومفيش دوز ادجستمنت ريكوايرد بالنسبه لي. السيماجلوتايد اللي هو احدثه من اللي نزل عندنا ده اسمه الاوزيمبيك. اوزيمبيك ده نزل عندنا بثلاث تركيزات كلهم بنفس السعر، ربع ونص وواحد. الالم بيكفيك شهر، مش انت محتاج الم كل اسبوع، هو الالم بيبقى فيه فور بيفيلد دوزز يكفوك لمده شهر. فانت بتبدا العيان بالتركيز ال 25% مره اسبوعيا لمده شهر، وبعد كده تعلى بالتركيز لنص، ومن بعد النص تبدا تعمل ايه جادجمنت حقيقي، شوفوا نزل معاك السكر ولا ما نزلش. لو ما ظبطش وعاوز العيان كمان يخس كمان شويه ممكن ترفع لتركيز الواحد، وانت ما انتش خايف من الهايبوجلايسيميا عشان ريسكو في هايبوجلايسيميا قليل جدا.
المونثلي كوست بتاعه 1588 جنيه، تمام؟ لطيف. الاوفر فول البالسز ده مش موجود عندنا في مصر، 3 و7 و14، ده الاوفر فول بتاع السيما جلوتايد مش موجود عندنا حتى الان، بيتاخد وانس ديلي. انما اللي احنا موجود عندنا اتكلمنا عنه اللي هي جلوتايد الفورمه ال 1.8 من 10 اللي اسمها فيكتوزا موجوده. اللي هي جلوتايد الفورمه اللي ابروفد في الاوبوزيتي اللي هي 3 مللي جرام ساكسين ده موجود. الدولا جلوتايد التوليست الحقنه الاسبوعيه اللي تكلفتها 2000 جنيه في الشهر موجود. السيما جلوتايد لوزنبيك موجود بالثلاث تركيزات في مصر، تكلفه 1588. التركيز الوحيد اللي مش موجود عندنا في مصر من اللوزنبيك 2.4 من 10، ده اسمه ووجوفي. ووجوفي ده ابروفد في الاوبيزيتي، نفس فكره اللي هي جلوتايد 3 مللي، هو برضك اوزمبيك 2.4 من 10 مللي، وانس ويكلي ابروفد في الاوبيزيتي، وهو ده اللي بيسموه جيم تشينجر، ده اللي نزل 17% ويت لوس من العيانين في فتره زمنيه وجيزه، وهو ده اللي اتكلموا عنه كلام كتير برضه، اللي هو الووجوفي اللي هو تركيز 2.4 من 10 من الاوزمبيك. الاي دي كومنت على الكلاس دي الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست افيكاسي وايز هاي، نزل التراكمي 1.5%، هايبوجلاسيميا ريسك لو، افكت ان ويت بتعمل ويت لوس، ويت لوس بتنزل الوزن نزول كويس يعني، كاردو فاسكولار افكت لطيفه كويسه، كاردو بروتكتيف افكت ولها نيفرو بروتكتيف افكت، وممكن تبقى كومبايند مع الصوديوم جلوكوز يا جماعه لو العيان مش واصل للتارجت بتاع البلاد جلوكوز، ممكن وهو عنده كاردو فاسكولار ايفنت او عنده كرونيك كيدني ديزيز، الكومبانيشن ما بين الصوديوم جلوكوز والجي ال بي 1 طبعا رهيب جدا، افيكاسي وايز قوي جدا، وبنفيتس بالهبل، ويت لوس وكاردو بروتكتيف نيفرو بروتكتيف، بس المشكله في الكوست، تمام؟ لازم تحط الكوست ده قيد اعتبارك، خصوصا لو انت شغال في مناطق النائيه. الحته اللي انا بتكلم عنها في الاخر دي بتاعت رينال امبيرمنت والهيباتيك امبيرمنت من الادويه المفضله، ستيل يفضل على قمه الهرم بتاع الحاجات المفضله في رينال والهيباتيك هو مين؟ انسولين، ستيل سيفست اوبشن، ماشي؟ ارزر بيزل بولس او البي ام اكس. الدي دي بفور كنا اتكلمنا عن التواجنتا اللي هو اللينا جليبتين باي ذا نيم، كان من الحاجات اللي هي مالهاش نو رينال دوز ادجستمنت، تمام؟ الجليكلازايد لحد 15 من اقل من 30 كنت بتقلل الدوز، لغايه 15 بعد 15 كنت بيبقى في مشكله بالنسبه لك، وبرضك اتكلمنا على الجليمي برايد، جليمي برايد لحد برضك 30 وتحت ال 30 كنت بتيوديوس الدوز، تحت ال 15 كان الماكسيمم بتاعك ما تعديش ال 1 مللي جرام. التي زي ديز ما كانش ليها نو رينال دوز ادجستمنت، الجي ال بي 1 يسيبتو اجونست في بعضهم ما كانش ليهم نو دوز ادجستمنت، فهم هيبقوا لطاف في حالات الكرونيك كيدني ديزيز. برضك في الهيباتيك امبيرمنت التشايلد بوك كلاسيفيكيشن ده هو النظام اللي هم بيأسس بيه الدجري بتاع الهيباتيك افكشن. الانسولين برضك يفضل ليه الابر هاند في الدراجز اللي هي بتستخدم في عيان الهيباتيك. الدي دي بي 4 توليريتد اكسبت الايه؟ الفيلدا جليبتين مش هيبقى لطيف قوي، والجي ال بي 1 سيبتو اجنست اوبشن كويس. الصفحه اللي بعدها انا كاتب بقى كل يعني انا كاتب ده واخدها كده من التكست، واخد كل واحد فيهم ستودن جلوكوز سيف ان تشايلد كلاس اي كوشن في بي افويد ان سي ميت فورمن افويد ان سيفير كيزز، سي ده هو السيفير. التي سي ديز دونت يوز لو الانيشال الليفر انزيمز ثلاث مرات اضاف اكتر من الطبيعي. جليمي برايد والجليكلازايد خصوصا الجليكلازايد كوشس في كلاس بي وافويد في كلاس سي. الالفا جلوكوزيز انهبيتور اللي ما اتكلمناش عنه مش موجود عندنا في مصر، كان دواء كويس قوي في البوست باند الهايبر جلايسيميا، بس كانت مشكله اكتف هايبر جلايسيميا، كانت مشكلته الاساسيه انه بيعمل سي في ابدومينال تستنشن، لدرجه ان بعض الاهل المريض هم اللي كانوا بيشتكوا من الدواء مش المريض، كان بيعمل فلوتولنس وابدومينال تستنشن عنيف جدا. انا كده خلصت الاورال، هنخلي انسول في محاضره ثانيه، بس انا عاوزك يا دكتور امير ترجع لي لبدايه المحاضره الالجوريزم اللي كان في البدايه خالص. اللي بعد ده ايوه ده اللي قبله ده، بس هو ده الالجوريزم ده بقى احنا ممكن نتكلم فيه دلوقتي. احنا قلنا الالجوريزم كان على قمته اول ما تشوف عيان، اهلا وسهلا عندك السكر، لايف ستايل موديفيكيشن، ظبط اكلك واعمل دايت كنترول واعمل ومارس رياضه 30 دقيقه يوميا 5 ايام اسبوعيا 150 دقيقه في الاسبوع، ماشي؟ ده اول ما تشوف العيان كده، وادي له ميتفورمين.
في ناس اتكلمت انك ديبيت، ابدا ميتفورمين ولا اعمل ريسك ستراتيفيكيشن؟ قال لك يا عم اديله ميتفورمين واعمل ريسك ستراتيفيكيشن في نفس الوقت. لو احتجت تضيف حاجه، لو العيان كاردو فاسكولار او رينو فاسكولار او حاجه وضفت عليها صوديوم جلوكوز او جي ال بي 1، ما تخافش، لان الميتفورمين الريسك بتاعه في هايبوجلايسيميا قليل، والمجموعتين دولت الريسك في هايبوجلايسيميا قليل، فما تخافش منه. ماشي؟ فانت هتعمل ريسك ستراتيفيكيشن للعيان وتشوفه اسيوسكلوتيك كاردو فاسكولار ديزيز، هاي ريسك الكاردو فاسكولار ديزيز، كرونيك كيدني ديزيز، صوديوم جلوكوز، هارت فيليور، لازما يبقى عندك في الاوبشنز بتوعك صوديوم جلوكوز او جي ال بي 1 او كلاهما معاك. لو هو العيان مش كده وانت اديت ميتفورمين والعيان ما ظبطش، ممكن تفكر في دواء تاني مع الميتفورمين. التفكيرات بقى بتاعتك حسب انت عاوز ايه. انت عاوز دواء اللي هو الكولم اللي هو على اليمين رقم 3 كومبيلنج نيد تو مينيمايز الهايبوجلايسيميا، انت عاوز دواء تقل والهايبوجلايسيميا ريسك فيه قليله، هتختار من مين؟ الدي دي بي 4 ريسك اوف هايبوجلايسيميا قليله، الجي ال بي 1 ريسبتو اجونست ريسك اوف هايبوجلايسيميا قليله، الصوديوم جلوكوز ريسك اوف هايبوجلايسيميا قليله، التي زي ديز، كل دولت ريسك اوف هايبوجلايسيميا قليل، وكل دولت ينفعوا وات افتر ميتفورمين. ايه الدواء اللي ممكن يجي بعد الميتفورمين؟ ماشي؟ ممكن واحد من الاربعه دولت لو انت بتدور على حد ريسك اوف هايبوجلايسيميا بتاعته قليله. لو انت بتدور على الكولم اللي بعده بقى على الامين، لو انت بتدور انك تمينيمايز الويت جين او بالعكس تخس، هتدور ما بين حاجه من اتنين، يا صوديوم جلوكوز اللي بيفقد السكر في البول فبينزل كالوريز، يا اما جي ال بي 1 اللي بيقلل الجاستريك انتين وبيقلل الساتيتي. فانت لو عاوز عيان يخس وعاوز اختيار بعد الميتفورمين، اختار حاجه من الاثنين دول، يا صوديوم جلوكوز يا اما جي ال بي جي ال بي 1 يسيبتو اجونس. طب لو انت يعني واقع في منطقه نائيه بقى والدنيا صعبه معاك وبتاع والكوست بالنسبه لك ايشو، تفكر في مين؟ فكر في السلفونالويا او التيزي ديز وات افتر ميتفورم. بس ارجوك وانت بتفكر في السلفونالويا لو عيان اولد ايج ما تفكرش في الجلايبين كليمون، ابعد عنه. او لو عيان كونيك كيدني ديزيز ستيج 3 بي او 4 او 5 وعنده لايبيليتي ان هو يدخل في هايبوجلايسيميا او قاعد لوحده في البيت، بلاش تفكر في الجلايبين كليمايد وفكر في جليكليزايد او الجليميبرويد. انا دلوقتي يا جماعه خلصت الجزء الاول من المحاضره، ان شاء الله ممكن بكره او نتفق على ميعاد تاني يبقى ناخد الانسولين، عشان طبعا لو انا اتكلمت على الانسولين دلوقتي الدنيا هتبقى ايه باظت خالص. انا عاوز بس لو في حد عنده اسئله او حاجه، يا ريت تكون المحاضره بالنسبه لكم كانت كونكلوزيف يعني. جميلة يا دكتور، شكرا لحضرتك. بس محتاجة بس أسأل، هي الداتا موجودة فين؟ أنا هحطها على الصفحة بتاعتي إن شاء الله وهديها للدكتور أمير برضه. تمام، شكرا يا دكتور. المحاضرة مسجلة يا دكتور عمرو على صفحتك؟ دكتور أمير سجلها برضك على اليوتيوب وهنزلها إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك. عمرو عمل معانا مجهود فظيع، العفو. تسلم يا دكتور عمر، محاضرة جميلة جدا. شكرا. تسلم. شكرا. المرة الجاية يا جماعة إن شاء الله عن الأنسولين، الأنسولين بقى يعني الهاجس بتاع ناس كتير، يخوف ناس كتير، هو مش مخيف ولا حاجة والله يا جماعة. هو بس لو فهمناه صح الأنسولين هندي الناس وإحنا مش خايفين من حاجة. والبريجننسي بقى. إن شاء الله. أنا بص يعني طالما المحاضرات مفيدة هنكمل ان شاء الله، حتى لو كل اسبوع. يعني ممكن بكره بس نكمل انسولين، بس ممكن بعد كده كل اسبوع نتكلم في الموضوع. الحمد لله الناس اللي عرضت انها تساعد في الموضوع كتير بصراحه يعني. فان شاء الله طالما دايره الخير مستمره والدنيا كويسه واضحه للناس ان شاء الله خير. طلعت على الاولاد هي الدنيا اصلا. خلاص بقى احنا كده خلصنا السيشن بتاعتنا، لو حد بقى يحب يتفضل ان شاء الله اشوفكم على خير.
محاضرة رائعة دكتور عمرو، تسلم الأيادي. تسلم. من فضلك يا دكتور، هي الصفحة على الفيسبوك اسمها ايه، او على اليوتيوب اسمها ايه؟ لان اسمي يا فندم، اسمي الدكتور عمرو عمر. عمرو عمر. باسمي. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا يا فندم. دكتور عمرو. ايوه يا فندم. في حد بيسأل هل بنعالج في الأولد إيج لو هو بري دايابيتس ولا لا؟ يعني لو لا، بنعالج لو هو بري دايابيتك، بس بشرط يكون بعمل جي اف ار قبلها لو انا عاوز ادي الميتفورمين عشان اشوف الكونسيديشن اللي اتكلمت عنها. بس خدوا بالكم ان البري دايابيتس دلوقتي ما بقاش مجرد مرحله وسطيه، هو بقى ديزيز يستحق العلاج، لان الكومبليكيشن وخصوصا الكاردو فاسكولار والنيولوجيكال ممكن تحصل في البري دايابيتس. وكمان هو ريفرسبل ستيت، يعني ممكن العيان يرجع من نوع طبيعي لو انت عالجته. ماشي. كامل دكتور عمرو، معلش. ايوه يا فندم، هو سامع كده الاجابه. تمام، لو عاوز استفسار تاني انا موجود معاك. احنا بنعالج في البيض وبيتس في الاولد ايج عادي خالص، بس بنعمل جي اف ار قبلها عشان لو انا عاوز ادي ميتفورمين. هو علاج البيض وبيتس الاساسي يا جماعه لايف ستايل موديفيكيشن، يعني لو العيال لو ليه 1 سي بس بتاعه معدي 6 او 6.1 من 10 ممكن افكر في الميتفورم، اللي هو لو اقل من كده يعني 6 5 و9 من 10 فاقل ممكن اعمل لايف ستايل موديفيكيشن، اظبط اكله مع دايتيشن محترم واخليه يمارس رياضه، الدنيا هتظبط معاه. لو جيت ادي ميتفورمين في اولد ايج لازم اعمل قبلها جي اف ار واشوف، لو تحت ال 45 مش هينفع ابداه طبعا، هفكر في حاجه ثانيه. لو فوق ال 45 هبدا الميتفورمين بدوز قليله مع اللايف ستايل موديفيكيشن، ممكن خلال كام شهر تلاقي البي دايابيتك ريسك قل، مش موجود اصلا. تمام دكتور عمرو. تسلم. دكتور عمرو لو سمحت، هو ايه المين ديفرنس بين اي تي اي 2021 وبين 2022؟ يعني انا شايفه انا لسه ما قريتش. هما شبه بعض، هو هتلاقي الديفرنس مثلا في حاجات صغيره خالص، يعني مثلا كلموا مثلا السكيننج بتاع السكر، بدل ما كان 45 سنه بقى 35 سنه. مثلا الميتفورمين بدل ما كان ممنوع في كل حالات الهارت فيلير بقى، لو الحاله ستيبل جي فاي فوق ال 30 يدي. ركزوا في حته الصوديوم جلوكوز بقى ماست، لو الاي سي ريشيو بتاعتي فوق ال 300 والجي فاي 30 هو كده ممكن يدوا. مثلا خلوا التارجت بتاع الهايبر تنشن اقل من 100 130 على 85 في بعض الظروف، وسامحه ب 140 90 وفي الحوامل. هو بس التعديلات كده. الميتفورمين في الجاستيشنال دايابيتس مستمر ان هو مش مستحب خالص، والفيرست لاين والميل لاين بقى الانسولين، بعد ما كانوا في فترات سابقه ادوا الميتفورمين ادوار قويه في الجاستيشنال دايابيتس بداوا يسحبوها منه تاني. هو كده التغييرات بسيطه خالص، مش كبير، مش تغييرات كبيره. فيها يا سيدي يا دكتور، يا سيدي ان شاء الله بقى نظبط كده ميعاد الانسولين ونتفق مع على بعض ان شاء الله. تمام ان شاء الله. ماشي يا دكتور، شكرا يا حبيبي. شكرا يا دكتور.